طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من سلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. ويسعدنا ويشرفنا اليوم أن نستضيف الدكتور مبارك مصطفى عبد الرحمن. اللقاء الخامس اليوم هيكون مع معهد أبحاث طب المناطق الحارة، والاستضافة مع المدير دكتور مبارك مصطفى عبد الرحمن، مدير معهد أبحاث طب المناطق الحارة، دكتوراه في الوبائيات من أكاديمية السودان العلوم، وماجستير في الطب الوبائي والصحة العامة من كلية الطب البيطري جامعة الخرطوم، وبكالوريوس العلوم البيطرية جامعة الخرطوم. عنده عديد من الأبحاث ومنشورات في مجال أبحاث طب المناطق الحارة والأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان. دكتور مبارك، مرحبا بك وسعيدين جدا بانك تكمل في السلسله ونسمع منك ان شاء الله. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للقاء، سعيد جدا باللقاء وسعيد بالفكره بتاعت المنصه وانه تعكس الدور بتاع المركز القومي للبحوث على نطاق واسع، لانه حقيقي ناس كثيرين ما بيعرفوه. فسعيدين جدا يا دكتور أنور بالمبادرة بتاعتك دي، ونتمنى إنها تكون نواة لمنصة تخص المركز العام للبحوث. الله يديك العافية. احنا ندي الكريديت طبعا للشابات ناس ريان ورميساء ورانيا، الناس كلهم البدو في الموضوع ده، وهم البدو الشراكة يعني اصلا مع المركز القومي للبحوث. بنشكر البروفيسور زينب مديرة المركز القومي للبحوث لنا يعني طوال حقيقي والله دعمت الموضوع. حقيقي سعيدين بهم كلهم، وسعيدين بسعه صدرك في انه قبلتنا يعني، وقبلت كل الناس الموجودين معانا ان شاء الله. يعني فرحانين هذا يا اخي، ليك الشكر. شرف. سلام ترانزيت ان شاء الله. شرف شرف انه الواحد يخدم السودان يعني عبر المركز، يعني خدمه المركز القومي للبحوث والمنتس بيه. يديك العافيه. تفضل. وبالمناسبه برضه قبل ما ابدا اللقاء عرفت انه اثنين من الشباب بتاعنا هنا في المعهد كانوا حضروا اللقاء الأول في برج الاتصالات، اللي هو كان فيه فكرة ورش العمل، كيف تكتب ورقة المجموعة وتنشر. بتاعتكم. نعم صحيح صحيح. سبحان الله سبحان الله. فالفكرة كانت رائعة جدا، الفكرة رائعة جدا وإلى الأمام دوما إن شاء الله. الله يديك العافية دكتور، كتر خيرك. الله يجزيك. أبدأ طوالي؟ أي طوالي ممكن تبدأ، هاي تبدأ الشير سكرين. كويس. أنا لايف في فيسبوك. تمام. أنا كتعريف بالمعهد وأنشطة المعهد والأنشطة البحثية الموجودة في المعهد وكده، عملت باوربوينت برزنتيشن، فحابب أقدمه إن شاء الله. ما طويل يعني، لكن بيعكس بصورة أفضل نشاطات المعهد وتأسيسه وكذا. ممتاز. واضحة كده البرزنتيشن؟ واضح تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً نحن معهد أبحاث طب المناطق الحارة، اللي هو بيتبع للمركز القومي للبحوث، واللي هو المركز القومي للبحوث ذاته بيتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لو جينا اتكلمنا عن النشأة والتطور بتاعت المركز القومي للبحوث، بنلقى انه النشأة والتطور بتاعت معهد أبحاث طب المناطق الحارة، اللي هو بنلقى انه المعهد اتاسس عام 1972، وهو بيمثل الان واحد من 9 معاهد وهيئات متخصصه مكونه للمركز القومي للبحوث. تم اجراء 3 لقاءات مع معاهد، واللقاء الرابع واللقاء الاول اكشوالي هو كان مع البروفيسور زينب مديره المركز القومي للبحوث. رسالتنا في
معهد أبحاث طب المناطق الحارة هي تعزيز دور البحوث التطبيقية في أبحاث أمراض المناطق الحارة والمساهمة في تنفيذ برامج بحث تطبيقية في مجال نقل الأمراض المدارية المتوطنة ومكافحتها وتحسين منهجية التشخيص لتلك الأمراض اعتماد على الطرق الحديثة والدقيقة في التشخيص مما يساعد على اكتشاف تلك الأمراض مبكراً وعلاجها ومكافحتها ومن ثم تنمية الاقتصاد الوطني. وزي ما عارفين إنه الانفستمنت في الصحة هو long term investment، لكن ممكن يكون هو أهم investment إنه نحن to invest في صحة المواطن، لأنه إذا المواطن ما كان صحيح في نفسه ومعافى ما حيقدر يعمل أي حاجة تاني. رؤيتنا للمعهد بتبدأ من كتابة وتصميم وتنفيذ مشاريع بحثية مواكبة وذات مستوى علمي رفيع في مجال أمراض المناطق المدارية ونواقلها تحقق التميز على المستوى القومي والعالمي. للمعهد عدة اختصاصات في الشغل بتاعنا، أولها هي إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الأمراض المدارية المختلفة، وكذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية على الطرق الحديثة لتشخيص الأمراض المدارية ومكافحتها، ثم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الصحية الوطنية والدولية ومؤسسات البحث العلمي داخلياً وخارجياً، ثم تشجيع وتحفيز الدافع للتميز العلمي والابتكار من خلال إجراء بحوث ذات جدوى علمية وعملية في المجال، أي في مجال أمراض المناطق الحارة أو الأمراض المدارية. تابع الاختصاصات بتاعت المعهد، تقديم الاستشارات والمشورات العلمية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال التخصص، نشر وتوثيق الإنجازات والنتائج البحثية في الدوريات الوطنية والدولية ذات المستوى العلمي الرفيع، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والسيمينارات الوطنية والدولية التي تعكس جودة البحث العلمي المنتج في المعهد. لو جينا للقوى العاملة القوى البشرية الموجودة في المعهد، التوتال بتاعنا نحن في المعهد 57 شخص. 57 ديل موزعين على 8 كاتيجوريز، اللي هو عندنا أستاذ باحث بروفيسور، عندنا 4 بروفيسور في المعهد، أستاذ مشارك عندنا 3 أستاذ مشارك في المعهد، أستاذ مساعد عندنا 5 أستاذ مساعد في المعهد، عندنا 16 باحث، عندنا 6 مساعدين باحثين، عندنا 11 تقني، 4 إداريين، 8 عمال. العدد الكلي 57. حقيقة العدد ده أقل كثير من الـ الريال نيد بتاعتنا، فيعني نحن بنحاول ونسعى جاهدين جدا لأنه نزيد العدد، حتى وإنه نقدر ننفذ كل مشاريعنا العلمية والعملية إن شاء الله. المعهد بيتكون من 4 أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم الوبائيات، اللي هو قسم الإبديميولوجي. القسم الثاني هو اسمه قسم المناعة والتقنية الحيوية، إميونولوجي and Biotechnology. القسم الثالث هو قسم الطفيليات والحشرات الطبية، Parasitology and Medical Entomology. القسم الأخير هو قسم الأحياء الدقيقة أو قسم الميكروبيولوجي. بيحتوي كل قسم من الأقسام الأربعة ديل على معمل متخصص خاص به، رغم أنه العمل في المعهد مشترك بين كل الأقسام، لأنه التخصصات اللي ذكرناها دي كلها تخصصات متداخلة مع بعض، لكن ده من أجل العمل التنظيمي فقط، وجود أقسام منفصلة، لكن العمل هو عمل متكامل وعمل يعني share working between الأقسام الأربعة.
ممكن أدي نبذة بسيطة عن كل قسم والأعمال اللي بيقوم بها. نبدأ بقسم الوبائيات، هو يعنى بإجراء البحوث المتعلقة لدراسة العوامل المختلفة التي تؤثر في ظهور الأمراض، طريقة انتشارها وتوزيعها وتطور سيرها، سواء كان المسبب الإنسان أو البيئة المحيطة به وما تحويه من نواقل للأمراض. يتركز عمل القسم في إجراء البحوث على مرض الملاريا مين، يعني هو مين لكن ما هو المرض الوحيد اللي هم شغالين فيه، لكن الملاريا لقت أكبر حظ في قسم الوبائيات. العمل يتم في مكافحة البعوض باستخدام الطرق الجينية اللي هو البعوض الناقل للملاريا. ثاني، في تطوير طرق الفحص باستخدام تقنيات الأحياء الجزيئية الحساسة. النقطة دي تحديداً حنلقاها متكررة في الأقسام الأربعة، إنه استخدام تقنيات الأحياء الجزيئية لأنها هي من التقنيات الحساسة جداً في الكشف عن الأمراض. فالأقسام الأربعة تستخدم هذه التقنيات الجزئية في عملها. ثاني، بنلقى إنه الجسم برضو يقوم بدراسة الطفرات الجينية المتعلقة بالمناعة ضد الأدوية. كثير من الأدوية بعد فترة من الزمن تتكون ضد مناعة، فحسب البروتوكول بتاع WHO كده مفروض بين كل فترة وفترة يحصل شيفت للدواء اللي حصل له اللي تكونت ضده مناعة لدواء جديد. وخير مثال لكده عقار الكلوروكوين اللي هو كان يستخدم في السودان لعلاج الملاريا، الآن يتم استخدام عقارات أخرى لتكون مناعة ضد عقار الكلوروكوين. ثاني، إجراء البحوث على الآثار الاقتصادية المترتبة على المرض ومكافحته. الشغل بتاع السوشيو إيكونوميكس ده شغل مهم جداً في الأمراض، لأنه بنقدر نحسب القيمة المهدرة يعني نتيجة لوجود المرض، اللي هو الحاجات المهدرة هي ما بس إنه نحن استخدمنا علاج واستخدمنا سرير في المستشفى إذا تطلب الأمر ولا كده، لكن أيضا يعني وجود شخص مريض ممكن يكون هو العائل لأسرته، فوجود لما يكون مريض هذا يمنعه من العمل وبالتالي يؤثر اقتصاديا بصورة سيئة جدا على الاقتصاد بتاع البلد. وأكشوالي هو ما هو براء، لكن حتى المرافق له والمرافقين له في مناطق الزراعة وكذا ممكن الموسم يفوت، فدي كلها آثار اقتصادية مترتبة على الأمراض. ثاني، تقديم الاستشارات العلمية المتعلقة بالمرض للجهات الصحية والأكاديمية والوزارات ذات الصلة، تنظيم دورات تدريبية قصيرة في مجال الوبائيات والإحصاء الحيوي. برضو تنظيم الدورات التدريبية القصيرة ده البند ده حيتكرر في الأربع أقسام، لأن واحدة من المانديت بتاعت المعهد إنه ينظم دورات تدريبية قصيرة في مجال أمراض المناطق الحارة، فكل قسم ينظم دورة حسب اختصاصه. نجي للقسم الثاني اللي هو قسم المناعة والتقنية الحيوية. يعنى قسم المناعة والتقنية الحيوية بإجراء البحوث المناعية المتعلقة بأمراض المناطق المدارية، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل السرطان والسل وأمراض المناعة الذاتية. لو لاحظنا هنا في أمراض هي ما أمراض مناطق حارة ظهرت لنا في هذا الجسم، ولكن هي أمراض تعتمد كثير يعني على المناعة، مثل أمراض المناعة الذاتية اللي هو بنلقى إنه sometimes الجسم ذاته يبدأ يحارب في نفسه ببعض الأمراض مثل مرض الذئبة الحمراء. يتركز عمل القسم في إجراء البحوث المتعلقة بالجوانب المناعية للأمراض المدارية مع التركيز على دراسة استجابة الإنسان للعدوى.
إجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المناعة الذاتية. أمراض المناعة الذاتية نجد إنها انتشرت في الفترة الأخيرة، انتشرت كثير في بلاد العالم وفي السودان تحديدا. وكذلك إجراء الأبحاث على أنواع السرطانات المختلفة، برضو بنلقى إنه مرض السرطان من الأمراض اللي انتشرت كثير جدا في السودان، وتوجد منه عدة أنواع، أنواع تصيب الجنسين، أنواع خاصة بالنساء، أنواع خاصة بالرجال. نقل المعرفة بتقنيات البيولوجيا المناعية والجزيئية المتقدمة المستخدمة في التشخيص، وزي ما قلنا زي ما ذكرت سابقا إنه الأحياء الجزيئية دي بتدخل لنا في كل الأجسام، لأنها هي الأقدر على الكشف على الأمراض. القسم الثالث في المعهد هو قسم الطفيليات والحشرات الطبية. يختص القسم بإجراء أبحاث على الأمراض المدارية الطفيلية ونواقلها. الأمراض المدارية هي مثل البلهارسيا والليشمانيا ومرض النوم الأفريقي، ونواقل الأمراض الفيروسية من حيث البيئات، بيولوجيا نواقل الأمراض ومكافحتها، والعلاقة بين النواقل والطفيليات المسببة للأمراض. إجراء أبحاث على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وده جانب مهم جدا من الأمراض، يسمى الزونوزيس ديزيزز، وهي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان يتم نقلها من الحيوان إلى الإنسان، أو يتم نقلها من الإنسان إلى الحيوان، أو يتم تناقلها بين الإنسان والحيوان. هنالك ثلاث أنواع، يعني three categories من الزونوزيس. القسم أيضا يقوم بتنظيم دورات تدريبية قصيرة وفرص تدريب في مجالات التعرف على نواقل الأمراض وتصنيفها باستخدام تقنيات الأحياء الجزيئية، مقاومة النواقل للمبيدات، تشخيص الأمراض الطفيلية. تهدف كل هذه الدورات لرفع مستوى القدرات وطلاب الدراسات العليا والباحثين والعاملين في مجال مكافحة نواقل الأمراض، تطوير طرق جديدة للمكافحة والتشخيص للعديد من الأمراض الطفيلية المنقولة بواسطة النواقل. يتبقى لنا القسم الأخير وهو قسم الأحياء الدقيقة. يعنى قسم الأحياء الدقيقة بدراسة الأحياء المنشارية مثل البكتيريا والفطريات والخمائر. يتركز عمل القسم في دراسة البكتيريا وبعض الفطريات المسببة للأمراض. يتركز العمل البحثي على تقييم التقانات الحديثة الجديدة لتشخيص أمراض مهمة مثل السل. مرض السل أو مرض التي بي أو مرض الدرن هو من الأمراض اللي حصل لها انتشار كبير جدا في الفترة الأخيرة، حتى في بلاد غير السودان، حتى في أوروبا. يعني زمان التي بي في أوروبا ما كان موجود، لكن الآن أصبح موجود. احتمال يكون ده بسبب إنه الحدود بقت فاتحة بين البلاد، وبقى الناس بيتحولوا بين البلاد والأقطار بحرية شديدة. هنا في السودان زاد مرض التي بي في الفترة الأخيرة بصورة واسعة جدا، خصوصا في منطقة شرق السودان. عندنا عدة مشاريع، يعني عدة مشاريع في مرض التي بي يقوم بتنفيذ المعهد بالتعاون مع برنامج مكافحة مرض السل بوزارة الصحة. أيضا يقوم القسم بتوصيف العدوى البكتيرية والفطرية ودراسة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان المسببة بواسطة الأحياء الدقيقة. وبنجد إنه التي بي ذاته واحد من أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، اللي هي الزونوزيس ديزيزز زي ما ذكرت قبل، وهو مرض يتناقل من الحيوان إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الحيوان، كما يتناقل من الحيوان إلى الحيوان ومن الإنسان إلى الإنسان. فكلما لقينا إنه المجال كبير بتاع التناقل ده بيزيد لنا خطورة المرض. أيضا يقوم القسم بدراسة مقاومة البكتيريا
وبعض الفطريات للمضادات الحيوية والفطرية. يقوم القسم أيضاً بإجراء الاختبارات السيرولوجية مثل الإلايزا واختبار التايفويد والآي سي تي وغيرها من الاختبارات، وكذلك يقوم بتنظيم دورات تدريبية قصيرة في مجال الأحياء الدقيقة. المشاريع البحثية اللي هو ده عملنا المين، يعني هو اسمه معهد أبحاث طب المناطق الحارة، فشغلنا مين اللي هو بيعتمد على المشاريع البحثية. بنلقى عدة مشاريع جارية في البحثية جارية في المعهد. المشروع الأول هو استخدام تقنية الذكور العقيمة في مكافحة مرض البعوض الناقل للملاريا بالولاية الشمالية. ليتر حاجي أدي نبذة بسيطة في ون سلايد عن المشروع ده، لأنه من المشاريع المهمة جدا في المعهد، ومن المشاريع المهمة جدا حتى على المجال القطري يعني السودان. بنلقى المشروع الثاني هو برضو يختص بالملاريا، وهو الإصابة بملاريا المشيمة وتأثيرها على الأمهات والمواليد بولاية النيل الأزرق. ده برضو مشروع مهم جدا، لأنه بنلقى إنه الملاريا اللي بتصيب الحوامل هي واحدة من أهم أسباب الإجهاض، واحدة من أهم أسباب إنه أطفال يولدوا ناقصين نمو أو يولدوا ناقصي الزمن، يا حتى يولدوا قبل زمن الميلاد المفروض يولدوا فيه، وذلك بتأثير الإصابة بملاريا المشيمة. المشروع الثالث هو التنوع الجيني في القواقع والطفيلة المسبب للبلهارسيا في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة. لو لاحظت إنه أغلب المشاريع اللي بينفذها المعهد هي في ولايات السودان المختلفة، ودي واحدة من الأشياء المهمة جدا في المعهد، إنه المعهد يعني منتشر في جميع ولايات السودان. في خريطة موجودة في البرزنتيشن برضو حتوضح لنا انتشار المشاريع البحثية المقدمة بواسطة المعهد في جميع ولايات السودان المختلفة، وحتى في دول أخرى. في دول أخرى دي حتكون استغربت لها شوية، لكن حنجي نعرفها لقدام إن شاء الله. تاني في مشروع وبائية التنوع الجيني لانتشار طفيل بلازموديوم فايفاكس في السودان، وهذا ما يعرف بالملاريا الحبشية، لأنه أساساً بلازموديوم فايفاكس ده ما كان موجود في السودان، كان موجود في دولة أثيوبيا برضو لانتشار الهجرات بين السودان وأثيوبيا والحدود الفاتحة، والسودانيين بيمشوا الحبشة والأحباش بيجوا السودان وكده، فانتشر نوع جديد من الطفيل المسبب للملاريا واللي هو البلازموديوم فايفاكس. عندنا مشروع تاني ممكن يكون هو مكمل للمشروع بتاع الإصابة بملاريا المشيمة، اللي هو اسمه مشروع دور الإصابة المتعددة لتنوع الجيني لطفيل الملاريا في تطور المناعة لدى النساء الحوامل بولاية النيل الأزرق، اللي هو ذاك المشروع الأول وده المشروع الثاني. المشروعين ممكن يكونوا مكملين لبعض، والاثنين بيتموا في ولاية النيل الأزرق. عندنا تاني مشروع مهم جدا اسمه الكشف عن وجود بكتيريا المعدة في مصادر مياه الشرب بولاية الخرطوم باستخدام تفاعل البلمرة التسلسلي. اختبار البلمرة التسلسلي ده هو اختبار البي سي آر، يعني دي الكلمة العربية لاختبار البي سي آر اللي هو البوليمريز تشينج رياكشن. الخريطة ذكرتها قبل شوية اللي هي خريطة السودان، أنا قصدت أكتب خريطة السودان القديم توضح بعض المشاريع البحثية، والخريطة دي موجودة في المعهد عندنا. أنا ما جبت خريطة السودان الجديد لأنه عندنا كمية من المشاريع تمت في جنوب السودان،
فعشان كده حبيت أجيب خريطة السودان القديمة، لأنه عندنا مشاريع مرض النوم كلها هي تمت في جنوب السودان، لأنه مرض النوم موجود فقط في جنوب السودان. الآن في السودان الحالي ما موجود مرض نوم في الإنسان، لكن توجد أمراض مشابهة في الحيوان تسمى أمراض التريبانسوما، اللي هو طفيل التريبانسوما. ده هو المسبب لمرض النوم في الإنسان، ومسبب لأمراض مهمة جدا في الحيوان، أهمها مرض يسمى مرض الجفار، وده بيصيب الإبل. وبرضه كمعلومة إنه السودان يعتمد على الإبل اعتماد كبير جدا في الاقتصاد بتاعه، لأنه البوبوليشن بتاعت الإبل الموجودة في السودان هي ثاني بوبوليشن موجودة في العالم. أكبر بوبوليشن للإبل موجود في الصومال. الصومال تمتلك 6 مليون رأس من الإبل حسب آخر تعداد للفاو. السودان يمتلك أكثر من 4.5 مليون، ممكن الآن العدد يكون حصل قريب 5 مليون رأس من الإبل. فمرض الجفار أو مرض التريبانسوما في الإبل واحد من الأمراض المهمة جدا في الإبل. كذلك في الخريطة موجود بعض الأونكوسيركا، برضه موجودة في جنوب السودان، في المناطق بتاع جنوب السودان. تاني توجد عدة مشاريع في عدة ولايات سودانية، مثل مشروع الـ SIT أو مشروع مكافحة البعوض الناخل للملاريا في الولاية الشمالية. تاني في النيل الأبيض في كمية من المشاريع، في النيل الأبيض في مشاريع البلهارسيا، وفي مشاريع برضو للشمينيا. في النيل الأزرق في مشاريع الملاريا في ولاية الجزيرة، في ولاية القضارف، في أغلب الولايات السودانية توجد عدة مشاريع للمحد بيقوم بتنفيذها أو حتى قام بتنفيذها، زي ما حنعرف برضو بعد شوية في بعض المشاريع. أنا هنا عملت نموذج لثلاثة مشاريع، وسميت الشريحة دي مشاريع بحثية رائدة، لكن صراحة كل المشاريع بتاعتنا في المعهد هي مشاريع رائدة، لكن بس دي لأنها مشاريع ارتبطت في أذهان كثير من الناس بالمعهد. يعني هنالك العديد من المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها في المعهد، وأخرى يتم تنفيذها، بعضها انتهى وبعضها لسه يعني running projects. منها على سبيل المثال للحصر مشروع النيل الأزرق الصحي، برضو حدي نبذة بسيطة عن مشروع النيل الأزرق الصحي. تاني مشروع مكافحة مرض النوم والذباب الناكل له في جنوب السودان. والمشروع الأخير، المشروعين الأوائل ديل مشاريع انتهت. المشروع الأخير هو مشروع مكافحة البعوض في الولاية الشمالية عن طريق تقنية الذكور، تقنية تعقيم الذكور، أو ما يعرف بمشروع الـ SIT Sterile Insect Technique. أبدأ بمشروع النيل الأزرق الصحي، هو مشروع قديم جدا، بداية المشروع كانت since 1979، المشروع استمر لحد سنة 91، وكان من المشاريع المتكاملة. أول حاجة للأمانة نذكر إنه المشروع هو ما مشروع خاص بمعهد أبحاث طب المناطق الحارة فقط، وإنما شاركت فيه عدة جهات بحثية وإدارية وولائية في السودان، أو في ذلك الوقت ما كانت ولايات، هي كانت أقاليم. هو مشروع متكامل لمكافحة الأمراض المنقولة بواسطة المياه، وعلى رأسها البلهارسيا والملاريا والإسهالات. للمشروع أهداف كثيرة جدا، أنا حاولت أختصرها عشان ما ناخذ زمن كثير في مشروع النيل الأزرق الصحي، لكن أهم أهداف المشروع كان استنباط استراتيجية من عناصر متكاملة وتجريبها في المشاريع الزراعية. المشروع مين اللي كان في مشروع الجزيرة
لكن الحاجات الاستراتيجيات اللي تم استنباطها من مشروع الجزيرة تم تطبيقها في مشروع الرهن الزراعي، ودي كانت واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي حصلت في ذلك الزمان. دول كثيرة جدا شاركت في تنفيذ المشروع، أهمها أمريكا واليابان وإنجلترا والدنمارك والكويت والسعودية، وحتى مصر الشقيقة برضو شاركت في المشروع، لأنه تم تدريب كثير من السودانيين في دولة مصر. الميزانية كانت كبيرة، كانت 155 مليون دولار، لكن دي الميزانية للمشروع ككل. دور المعهد يتمثل في أبحاث البلهارسيا مينلي، وكان دور المعهد في التثقيف الصحي والمجتمعي، وكان برضو في إصحاح البيئة وفي مكافحة العائلة الوسيط اللي هي دي القواقع التي تنقل مرض البلهارسيا، واللي هي دي منتشرة بكثرة في المشاريع الزراعية وخصوصا في مشروع الجزيرة وفي كل المشاريع التي تروى بواسطة القنوات المائية. العلاج الجماعي أو بيسموه ماس تريتمنت، دي برضو واحدة من الحاجات المهمة جداً، الكومبوننت بتاعت المشروع، والدواء اللي يستعمل لعلاج مرض البلهارسيا منذ ذلك الزمان وحتى الآن دواء يسمى البرازاكوينتيل. فالتجارب الأولية لهذا العقار تمت في معهد أبحاث طب المناطق الحارة. النتائج بتاعت المشروع كثيرة جداً ونتائج مبشرة جداً، لكن برضو حاولت أختصر أهم ثلاثة نتائج، اللي هي انخفضت نسبة مرض البلهارسيا في مشروع الجزيرة من 70% إلى حوالي 2% فقط، وانخفضت نسبة مرض الملاريا في مشروع الجزيرة أيضاً من 15% ل 1%. انخفضت الإسهالات جداً، وتعلمت الأمهات استخدام أملاح التروية، لأن أملاح التروية قبل ذلك الزمان ما كانت معروفة، فتعلمت الأمهات إنهم استخدموا أملاح التروية، وحتى صناعتها في البيت، يعني هي في أملاح تروية جاهزة بتجي من بعض المنظمات والجهات العالمية، لكن إذا تعثر وجود تلك الأملاح الجاهزة يمكن صناعتها في البيت من مواد أولية من ملح وسكر بنسب معينة. فيتعلمت الأمهات إنه تدي أولادهم المصابين بالإسهالات أثناء علاجهم أو بعد العلاج قبل العلاج أملاح التروية، فبتعوض الأطفال، وانخفضت نسبة الوفيات في الأطفال بسبب الإسهالات بنسبة كبيرة جدا. المشروع الثاني برضو من المشاريع اللي كانت رائدة جدا في المعهد هو مشروع مكافحة مرض النوم والذباب الناقل له في جنوب السودان. بداية المشروع كانت في العام 2009 قبل انفصال الجنوب، واستمر من 2009 لحد 2014 على مدى 5 سنوات. التمويل كان ضخم جدا، كان 8,600,000 دولار، لكن التمويل ده ما لدولة واحدة، لأن المشروع اشتركت فيه 7 دول أفريقية صارت 8 بعد انفصال الجنوب. طبعا رسميا كان في 9 يوليو 2011، وزي ما ذكرنا إنه المشروع بداية المشروع كانت في 2009. الدول اللي شاركت في المشروع هي يوغندا وكينيا وتنزانيا وملاوي والكنغو. الكنغو منهم 2، في الكنغو برازافيل والكنغو الديمقراطية DRC تسمى Democratic Republic of Congo، السودان وجنوب السودان. أنا علمت دولة كينيا باللون الأحمر، وعلمت دولة السودان وجنوب السودان برضو باللون الأحمر. دولة كينيا دي كانت يعني بداية هي كانت واحدة من الدول الداخلة في المشروع، لكن ليتر طلعت من المشروع، يبدو حصل بعض الكوروبشن المالي، فأخرج الدولة من المشروع، لأنهم كانوا بيشيلوا قروش وما بيلتزموا بالتزاماتهم
البحثية المفروض تتم في دولتهم، فطلعت السودان وجنوب السودان. المشروع لما بدأ سنة 2009 هو بدأ بالدولة، هي كانت دولة السودان، لكن في 2011 انفصل الجنوب فأصبحت دولة جنوب السودان، فكان لازم برضو يحصل موديفيكيشن في المشروع، فدخل السودان كدولة منفصلة ودخل جنوب السودان كدولة منفصلة، لكن ما كان موجود مرض نوم في دولة السودان، فاستنى احنا وصلنا المشروع وبقينا نسافر لدولة جنوب السودان لتطبيق الكومبوننتس بتاعة المشروع في دولة جنوب السودان، وعملنا شغل جميل جدا مع بعض. الناتج بتاعه كان عدد من الحاجات الجميلة يعني، والله من التعاون المشترك والكولابريشن بين السودان وجنوب السودان، وعدد من الأوراق العلمية. قلنا الميزانية بتاعة المشروع كلها كانت 8 مليون و600 ألف دولار، لكن نصيب السودان كان 480 ألف دولار. استفدنا منها استفادة كويسة جدا الحمد لله، حتى تم شراء عربة لمعهد أبحاث طب المناطق الحارة من تلك الميزانية. المشروع كان ممول من بيل أند ميليندا جيتس فاونديشن. صراحة ما كان يعني في الزمن ذاك والمقاطعة الأمريكية وكده ما كان ممكن يتم تمويل مباشر للسودان، فالتمويل تم لدولة يوغندا اللي هو مثلتها جامعة مكاريري، فكل القروش كانت بتنزل في حساب جامعة مكاريري وبعدك بتتوزع للدول الثانية. فنحن يعني البي اي هي كانت جامعة مكاريري في يوغندا، نحن كنا سب بي ايز. من اهم ال من اهم الاوتكمز بتاعت المشروع هو تطوير اختبارات جديده لفحص طفيل مرض النوم، شملت اختبارات سريعه رابيد تيست واختبارات عن طريق الاحياء الجزيئيه، وكان اهمها اللي هو التكنيك بتاع اللام اسمه لوب ميدييتد ايزوثيرمال امبليفيكيشن، هو اختبار قريب لاختبار البي سي ار. ما داير ادخل في تفاصيل تكنيكال، لكن برضو ده واحد من الاوتبوتس اللي كانت مفيده جدا للمشروع. نجي للمشروع الاخير، المشروع الاخير اللي هو رانينج ستيل، هو مشروع مكافحه البعوض في الولايه الشماليه عن طريق تقنيه تقييم الذكور، او يختصر بالاس اي تي، وهو اسمه العلمي ستيرايل انسكت تكنيك. بدايه المشروع كانت المشروع كان على مرحلتين، المرحله الاولى كانت من 2005 ل 2009، دي كانت المرحله الاوليه، كانت عبارة عن research and development. المرحلة الثانية كانت من 2012، كان مفروض تنتهي في 2020. المشروع حصلت فيه بعض المشاكل السياسية، واحدة من الحاجات الغريبة هو مشروع بحثي لكن تأثر بعدد من المشاكل السياسية فتوقف لمدة أكثر من عام، فسوف يمتد المشروع حتى 2022 بإذن الله. التمويل برضو تمويل المشروع تمويل محترم جدا، اللي هو 4 مليون و800 ألف، 4 مليون دولار و800 ألف دولار، عبارة عن قرض حسن من بنك التنمية الإسلامي يتم تسديده على مدى 40 عام. مكان المشروع هو منطقة الحمادات في الولاية الشمالية. اختيار المنطقة دي تم لأنها هي منطقة يعني isolated. المشروع ده صراحة من المشاريع الرائدة جدا في المعهد وفي كل العالم والله، لأنه تمت مشاريع مشابهة في مناطق عديدة من العالم وكانت مشاريع ناجحة جدا. أهمها كان مشروع مكافحة مشروع مكافحة الذباب الناقل لمرض النوم أو ذباب التسيتسي، اللي هو في جزيرة زنزبار الأفريقية تم إراديكيشن تام لذباب التسيتسي. الآن
لا توجد ذبابة تسيتسي في جزيرة زنزبار، تم الإيرادكيشن بواسطة المشروع بتاع الـ SIT. أتمنى إنه تتاح لنا فرصة نقدم تقديمات أخرى منفصلة عن بعض المشاريع المهمة، وأنا بقترح أولاً يكون مشروع الـ SIT. مكان المشروع قلنا طوالي يا دكتور، إحنا حاضرين طوالي. والله أكون سعيد جدا إن شاء الله، نعم، لأنه حقيقي من المشاريع المهمة جدا والله. يعني إحنا طبعا المشاريع دي بنسمع بها في من وجهة نظر السبونسرز والفندرز، إذا كان جيتس فاونديشن ولا غيرهم، بيجوا في المؤتمرات بيتكلموا إنه إحنا والله عملنا وإيراديكيتد ذيس أند ذات، لكن ما بنسمع بها من وجهة نظر الريسيرشرز نفسهم والريسيرش انستتيوشنز يعني. فيسعدني جدا جدا ان احنا بنحاول نروج للبحث العلمي ولباحثينا في السودان. يكون لكم الشكر الكبير جدا ان شاء الله. اكيد اكيد، حاضرين ان شاء الله. هو مشروع يعني في حاجات very interesting، يعني حتى من ناحيه علميه والله، يعني انا بكون proud جدا وبكون interested جدا لما مدير المشروع يبدا يتحدث عن المشروع وتفاصيل المشروع. الشركاء في مشروع الـ SIT شركاء من داخل وخارج السودان، هم وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية، لأن المشروع لما يكون بيتم في ولاية تانية لازم تدخل ولايات الصحة الولائية، يعني وزارات الصحة الولائية في الولايات الأخرى، وهيئة الطاقة الذرية. من خارج السودان هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالطبع البنك الإسلامي اللي هو ممول المشروع. المشروع لسه مستمر، لكن حصل انخفاض شديد في نسبة البعوض المستهدف في منطقة الدراسة، ومن ثم نسبة مرض الملاريا. واحدة برضو من الحاجة من الكونفيوجن اللي بيحصل للناس، إنه ما كل البعوض في الولاية الشمالية انخفض، لأنه البعوض أنواع كثيرة وسبيشيز كثيرة، لكن البعوض المستهدف اللي هو اسمه أرابينسيس، وهو ده البنبول الملاريا في الولاية الشمالية، هو ده حصل له دروب كبير جدا في الولاية الشمالية في منطقة الدراسة. في ثاني مشاريع جديدة، يعني برضو إما يتكتب البروبوزل أو تمت المشاورات الأولية بخصوص أو كده، فبرضو حذكرها على سبيل المثال للحصر. أول شيء اتكونت أو تتكون الآن جمعية بحثية باسم أبحاث البلهارسيا في معهد طب المناطق الحارة، تم تكوينها في العام 2020 في المعهد، تحوي عدد من مشاريع البلهارسيا الجديدة. ما ذكرت المشاريع أنا بس عشان ما يكون في تكرار وما يكون في ملل، يعني من أسامي مشاريع كثيرة جداً. قلنا تحوي عدد من مشاريع البلهارسيا الجديدة وعدد من الشركاء من الجامعات والمعاهد البحثية الأخرى، واللي هو ده الفلسفي بتاع تكوين المجموعات البحثية. يعني المجموعة البحثية تتكون من عدة جهات مختلفة، كل جهة منوط بها جزء محدد من مشاريع المجموعات البحثية. المعهد أيضا عضو في مجموعة بحثية باسم أبحاث الكوفيد 19 أو أبحاث مرض الكورونا بمعهد الأمراض المتوطنة جامعة الخرطوم. نحن ومعانا معهدين آخرين من المركز العمومي للبحوث، اللي هو معهد النباتات الطبية والعطرية وهيئة التقان الحيوية والهندسة الوراثية. المعهد أيضا عضو في مجموعة أبحاث تشخيصية لمرض الكوفيد 19 من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، واللي هي ده مقرها في باكستان، اللي هي الكوميستيك. الكوميستيك دي هي متعاونة جيدة جدا مع المركز الأمني للبحوث ككل، والآن أصبحنا نحن زي فوكال بوينت لأبحاث الكوفيد 19، ومعانا برضو وزارة الصحة متمثلة في المعمل القومي الصحي، اللي هو يتم فيه فحص مرض الكورونا. وأيضا كذلك تم من الحاجات الجديدة برضو تم الموافقة على تمويل كورس
بتاع امراض infectious diseases هيتم هنا موجود، هيتم في السودان، هيكون ممول ايضا من قبل الكوميستيك في باكستان. الكورس يعني بصوره مبسطه كده هيحوي لنا زي 20 participant من مختلف الدول المكونه لمنظمه المؤتمر الاسلامي. هناخد منهم 15، هناخد 5 من السودان. الكورس اتكتب له البروبوزل لكن لسه ما تحدد الديتس، ما هي تحددت لانه لسه طبعا الحدود مقفوله والطيران واقف وكده، لكن ليتر حتتحدد ان شاء الله. لو جينا شفنا الخدمات اللي بيقدمها المعهد، بالاضافه للخدمات البحثيه يقدم المعهد عدد من الخدمات الاكاديميه والاستشاريه لعدد من الجهات والجامعات والمنظمات. بيقدم المعهد ايضا خدمات تدريب لطلاب البكالوريوس لجميع كليات العلوم بمختلف اقسامها، العلوم مثل الطب والصيدله والمختبرات الطبيه والبيطره وخلافه من الكليات العلميه. بيقوم المعهد بالاشراف الاكاديمي والعملي لبحوث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يقدم ايضا استشارات صحيه وبيئيه لعدد من المشاريع القوميه، كان اشهرها الدراسه البيئيه لانشاء سد مروي، فالمعهد كان واحد من الناس اللي قدموا كانوا مشاركين في هذه الدراسه. علاقات المعهد الداخليه، وحاتكلم برضو على علاقات المعهد الخارجيه. المعهد له علاقات مع المعاهد الاخرى للمركز القومي للبحوث اللي هو داخل المركز يعني، وهناك بعض المشاريع المشتركه مثل معهد النباتات الطبيه والعطريه وهيئه الدقانة الحيويه والهندسه الوراثيه. زي ما ذكرت لك قبل شويه كلنا نحن اعضاء في مجموعه ابحاث الكوفيد. المعهد ايضا له علاقات قويه مع وزاره الصحه الاتحاديه وعدد من وزارات الصحه الولائيه، لانه لما نمشي نشتغل في اي في اي ولايه لازم يكون عندنا تعاون مع وزاره الصحه الولائيه. له علاقات طيبه مع اغلب ان لم تكن جميع الجامعات السودانيه الحكوميه والخاصه، ما حابدا اذكرها لانه جامعات كثيره جدا والله. كذلك له علاقات مع المعاهد الاخرى داخل وخارج الخرطوم، مثل معهد النيل الازرق القومي للامراض السائله اللي هو يتبع لجامعه الجزيره في مدني. كذلك له علاقات طيبه مع مراكز الابحاث الاخرى مثل مركز ابحاث الابل في تنبول ولايه الجزيره، ومركز ابحاث الابل في شمال كردفان، وعدد كبير جدا من المراكز الاخرى. علاقاته الخارجية برضه متميزة جدا، له علاقات طيبة مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية. له علاقات مع المنظمات، مع الـ WHO، مع الـ TDR. تم تمويل عدد من المشاريع في المعهد من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل الـ TDR. كذلك له علاقات طيبة مع هيئات ومؤسسات عالمية مثل هيئة الطاقة الذرية، معاهد عالمية مثل المعهد البلجيكي لأمراض المناطق الحارة، المعهد السويسري لأمراض المناطق الحارة، والقائمة تطول ما حقدر أذكرهم كلهم. في حاجة مهمة جدا اللي هو قلنا إنه المعهد يعني عنده علاقات أكاديمية طيبة جدا. نجي لأكاديمية السودان للعلوم اللي هي أكاديمية السودان للعلوم، هي أكاديمية حكومية للدراسات العليا فقط، للدبلومات العليا وللماجستير وللدكتوراه. المعهد بينفذ برنامج اسمه برنامج طب المناطق الحارة اللي هو ده واحد من البرامج المهمة جدا لأكاديمية السودان للعلوم. في البرنامج ده فيه ثلاثة ماجستيرات، فيه الماجستير الأول اسمه ماجستير المناعة، وماجستير الأحياء الدقيقة، وماجستير الطفيليات الطبية. بداية البرنامج كانت بالماجستير، ماجستير المناعة اللي هي الإميونولوجي، وماجستير الأحياء الدقيقة اللي هو الميكروبيولوجي. تم تخريج 11 دفعة في ماجستير المناعة و11 دفعة في ماجستير الأحياء الدقيقة. تم تخريج ما يقارب من 220 طالب وطالبة في من ماجستير المناعة، وتم تخريج ما يقارب من 250 طالب وطالبة من ماجستير الأحياء الدقيقة،
وتم تخريج 65 طالب وطالبة من ماجستير الطفيليات الطبية. ماجستير الطفيليات الطبية لأنه هو جاء مؤخرا، عشان كده يتخرج منه 3 دفعات. في عدد مقدر جدا من الطلاب الأجانب يتخرجوا من البرنامج ده والله، من اليمن، من تشاد، من الصومال، من السعودية، وفي عدد من الطلبة السودانيين الموجودين بالخارج أيضا، يعني موجودين في دول الخليج وخلافه، هم بيجوا بيسجلوا في أكاديمية السودان للعلوم في برنامج طب المناطق الحارة. الماجستير في نوعين من الماجستير، في ماجستيرات عن طريق الكورسات وماجستير عن طريق البحث، لكن برضو في دكتوراه عن طريق البحث. Unfortunately الأكاديمية السودان للعلوم ككل هسه pending، موقفة، يعني الوزيرة السابقة في العهد السابق سمية أبو كشوة زي عملت pending كده، عملت pause للأكاديمية. يعني الآن الأكاديمية هي موجودة لكن البرنامج ما شغال، يعني على أمل إنه تستعيد الأكاديمية مواصلة نشاطها. الأسباب شنو كان يا دكتور لو عندك فكرة؟ والله يا دكتور، هي غالبا الاسباب بتكون سياسيه في المقام الاول، يعني وان بدا خير ذلك. انا كنت واحد من ناس تكونت لجنه اسمها لجنه مراجعه برامج الاكاديميه. فاللجنه دي تكونت من عدد من الناس، انا كنت واحد الناس اللي في المعهد كنت عضو في اللجنه دي. اول حاجه قاموا زي راجعوا الأساتذة الشغالين في الأكاديمية، اللي هو أغلبهم هم من المركز العام للبحوث، هم أساتذة ودكاترة وبروفيسورز وكده، وبرضه تستعين بكمية من الأساتذة والبروفيسورز من الجامعات السودانية، أهمها جامعة الخرطوم. فقام لقوا إنه الستاف كله هو ستاف كواليفايد جدا، فقاموا قالوا خلاص المرحلة الثانية إنه يراجعوا المقررات. برضو اتكونت لجنة وراجعت كل المقررات بتاعت الأكاديمية، ولقت المقررات برضو بيرفكت جدا، يعني التعديلات اللي كانت بتحصل كانت very minor، يعني إنه مثلا الأحياء الدقيقة بالإنجليزي إنه يكتبوها microbiology ولا يكتبوها sorry الميكروبيولوجي بالعربي، هل يكتبوها الأحياء الدقيقة ولا يكتبوها الأحياء المجهرية. يعني دي الحاجات اللي كانت يتم نقاشها، يعني حاجات فيري ماينر وحاجات. اللجنه الثالثه قالت تراجع اللابات اللي بيتم فيها الشغل البراكتيكال بتاع الطلبه، فقامت برضو جونا هنا زيارات للمعهد وراجعوا كل اللابات اللي بيتم فيها الشغل البراكتيكال والبحوث التكميليه وكده، فبرضه لقوا كل اللابات بتاعتنا الحمد لله بيرفكت، يعني بصوره كبيره، انا ما بقول 100% طبعا، لكن لصوره كبيره جدا والله. رغم عن كل ذلك برضه الاكاديميه متوقفه حتى الان، لها يعني شهر 11 الجاي ده هتكون متوقفه لها 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين، لانها توقفت في ديسمبر السنه في نوفمبر السنه اللي قبل. يعني الموضوع ما متعلق لا بالمناهج ولا بالاساتذه ولا بال بدليل انه لما عملوا، بدليل انه ما متعلق بالحاجات دي، بدليل انه لما عملوا اللجان المتخصصه لمراجعه الاساتذه والمقررات واللابات، كل النتيجه كانت فيري بوزيتيف، يعني ما كان في حاجه نيجاتيف. هل متعلقه يعني بالاداره مثلا بتاعت الاكاديميه ما كان عاجباهم، في خلاف سياسي بينه ولا كده؟ والله يا دكتور انور، انا ما زمن الغطغطه والدزيز انتهى يا دكتور مبارك، لازم نعرف لانه دي خساره. لا ده كان عندك انت اسد زي ده يعني معطل، ده فساد اداري، يعني الزول المسؤول من اخذ القرار باستئناف الدراسه في اكاديميه السودان العلوم بيكون اسي حاليا بيمارس فساد اداري بانه ما اخذ القرار. ده الكلام المفروض يحصل، يعني اذا كان عندك انت بتقدر تعمل اتراكشن لطلاب من برا ويجي ويقروا عندك وخريجينك شغالين وكويسين واعترف بهم، وانت تقوم توقف الكلام ده، يعني احنا قاعدين نطلق النار على رجلينا يعني، ودارين نخش السباق بتاع الجري مع العالم، مش كده؟ يبدو انه القرارات سياسيه لدرجه كبيره، والخبايا السياسه صراحه ما
يعني ما كل الناس بتعرفها. انتوا المعامل بتاعتكم ديال ما شاء الله كويسه دي، قاعد تجيبوا فيها سياسيين ديال تعملوا فيهم اختبارات بدلا من الجرذان والحياة دي؟ لانه اعتقد انهم بيكونوا مور يوسفول. والله نحن رغم وجود معامل كويسه جدا محترمه جدا، لكن نفتقر لوحده يعني حيوانات التجارب، فدي واحده من المانديت. ده موجودين عندنا يعني السياسيين ديل كلهم ممكن يجوا يعني يكونوا يوسفول للشعب بانه يتبرعوا يكونوا حيوانات تجارب، يعني لانه ما ممكن يعني دي حاجه اساسا انا ما قادر اتصورها تماما انه الاكاديميه اللي هي الحته الحكوميه اللي متخصصه في الدراسات العليا وكده وخرجت دفعات وعندها خريجين من كل حته تكون متوقفه اسي حاليا و متوقفه قريب بزنس از يوجوال قريب 3 سنوات، ونحن الان يعني في المعهد هنا بدينا نعمل في حصر لتلك البحوث المقدمه، لانها بحوث كثيره جدا وكونت لنا يعني كونت لنا مكتبه محترمه من البحوث التي تم اجراءها في السودان، ومن بحوث مهمه جدا والله، وبعض نتائج البحوث نتائج مهمه جدا، وتم نشر عدد من الاوراق العلميه حتى الاكاديميه، يعني كانت متطوره بصوره كويسه. يعني في بدايه الاكاديميه كانوا بيقولوا انه الزول لما يجي يمتحن يقوم يعمل برزنتيشن، لما مشينا لقدام قالوا انه الزول لما يجي يمتحن للدرجه العلميه لازم ينشر بيبر، اذا كان طالب ماستر ينشر بيبر، اذا كان طالب دكتوراه ينشر 2 بيبرز. فيعني من الناحيه الاكاديميه ما اعتقد انه كان فيها مشكله. انت البرزنتيشن بتاعك انتهى دكتور؟ عندي ثاني زي 2 سلايدز، لانه شايف بروفيسور مؤتمن رفع يده، انا بس دارك تكمل على اساس انه يكون في تداخل، لكن ممكن ندي بروفيسور مؤتمن فرصه لو عنده انبوت في الحته دي. اتفضل دكتور مؤتمن، البتاع فاتح المايك فاتح. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه حبيبي، كيف الحال دكتور مبارك؟ ما شاء الله يعني برزنتيشن ممتاز ومفيد، وهذه فرصه للناس انه يعرفوا شنو اللي بيحصل في المناطق الحاره، بس حبيت اشيد بالبرزنتيشن ما اكثر. شكرا لك. ما عندك انبوت فيما يخص التوقف بتاع اكاديميه السودان للعلوم؟ والله طبعا دكتور الموضوع انه متشعب، الموضوع بتاع الاكاديميه ففعلا هو موضوع غريب شويه، يعني انه اكاديميه كانت شغاله وخرجت عدد كبير من الدارسين في الدراسات العليا في الدكتوراه والماجستير، يعني يتم إيقافه بشكل مفاجئ يعني وبدون مبرر كافي. انا ما افتكر انه صراحه المبرر كان ملائم، فكان قرار فوقي يعني حتى الحادثه زي ما المفروض تتعامل يعني بقرارات وزاريه، يعني كون انا اوقف لي اكاديميه زي اكاديميه السودان للعلوم بتسد ثغره كبيره بالنسبه للباحثين في المركز القومي للبحوث وغيره، يعني الاشياء دي المفروض تتعامل يا دكتور بقرار من وزير او من وكيل وزاره او عشان كده انا بشوف طبعا الدعوات الحاسه حاليا متصاعده بتاعت الغاء وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، يعني او اعطاء الاوتونومي للجامعات والمؤسسات تكون بس هيئه في وزاره اسمها وزاره التعليم والتعليم العالي ولا غيره، اعتقد انها يعني مور سنسبل، لانه القرارات دي عجيبه. انا صراحه ما قادر افهم تماما كيف اكاديميه شغاله توقفوها. والله فعلا طبعا دكتور ده ما جاي من انه صراحة وزارة التعليم العالي في فترة من الفترات يعني ما كانت متقبلة حتى المركز القومي للبحوث، طبعا يمكن عندك خلفية ان المركز القومي للبحوث والاكاديمية وخلافه كلهم كانوا مدرجين تحت وزارة العلوم والاتصالات. نعم. بعدين بين يوم وليلة حصل تعديل وزاري ولقينا ان تبعونا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والحكاية دي صراحة اضرت كثير بالمراكز بتاعت البحث العلمي، لانه بالنهاية رغم ان اسم الوزارة بيشمل البحث العلمي، لكن دور البحث العلمي صراحة مهمش بصورة كبيرة عشان الناس تكون صريحة يعني.
طيب دكتور متمم خليك معانا بس ان احنا دايرين مبارك كامل البرزنتيشن بتاعه بصوره كامله ونجي راجعين للنقاش. خلاص ان شاء الله. شكرا يديك العافيه. شكرا جزيلا. تفضل دكتور مبارك. شكرا. الرؤية المستقبلية للمعهد، أول حاجة توفير مقر دائم للمعهد. نحن عندنا مشكلة والله في معهد طب المناطق الحارة إنه ما عندنا مقر. نحن الآن مستغلين الطابق الخامس وجزء من الطابق الثالث من المعمل القومي السفلي، واللي هو إداريا نتبع لوزارات مختلفة تماما. يعني المعمل القومي السفلي أو ما يعرف بمعمل ستاك يتبع لوزارة الصحة، والمركز أو الطب المناطق الحارة يتبع المركز الرامي للبحوث لوزارة التعليم العالي. دي الرؤية المستقبلية للمعهد، والإدارة الحالية ساعية بهمة شديدة جدا لتوفير ذلك المقر. فإن شاء الله في خلال الفترة البسيطة الجاية يكون عندنا مقر منفصل للمعهد. تاني برضو زيادة رقعة المشاريع البحثية في كل ولايات السودان. يعني الآن عندنا مشاريع بحثية ممكن يكون في 4 أو 5 ولايات، فنحن حابين إنه مشاريعنا البحثية دي تنتشر في جميع ولايات السودان. برضو حابين إنه تكون في شراكات ذكية مع أغلب الجهات المؤهلة للأبحاث عالميا، والآن تكونت يعني في المركز الأمني للبحوث إدارة خاصة بهذا الشأن. تنوع أكبر لاختصاصات الباحثين في المعهد. أنا تابعت اللقاء بتاعك مع دكتورة مفيدة من معهد النباتات الطبية والأطرية، وتفاجأت جدا إنه ما عندنا نحن طبيب في معهد أبحاث طب المناطق الحارة. ما عندنا طبيب فيزيشن، ما موجود والله. المشكلة إنه أغلب الأطباء في السودان ما بيحبوا الشغل البحثي، يعني ما بيحبوا الشغل بتاع الريسيرش، بيحبوا الشغل بتاع الكلينكس، يعني هم كلينيشن أكثر من الريسيرش. فبرضو يعني مرتين أو 3 مرات يتعين طبيب في المعهد بعد فترة بسيطة جدا من شغله في المعهد بيسيب المعهد والله. يعني الآن في أقرب تعيينات جديدة نتمنى انه يكون موجود يتعين لنا اطباء او على الاقل طبيب واحد في معهد طب المناطق الحاره، لانه بعض المشاريع تقتضي وجود طبيب، يعني يكون مشرف على، يعني اذا كان المشروع فيه تريتمنت مثلا علاج ولا كذا، دي لازم تتم ايثيكالي، يعني لازم تتم بواسطه طبيب. فنحن الان نستعين بعدد من الاطباء يعني داخل الخرطوم وخارج الخرطوم في تنفيذ كثير من المشاريع البحثيه بتاعتنا. برضو نتمنى انه زياده عدد المعامل بالمعهد وتحديثها بما يتماشى مع المعامل الحديثه، وزياده نسبه مستوى التخصصيه في المعامل. في حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمها البايو سيفتي تقاس بها المعامل، فهي ليفلز، ليفل 1 2 3 4. فنحن ممكن معاملنا تكون البايو سيفتي دي ليفل 1 وليفل 2. فليفل 1 بتمكنك تعمل حاجات معينة، ليفل 2 بتمكنك تعمل حاجات معينة، ليفل 3 ده الأعلى شوية بيمكنك إنك تعمل حاجات معينة. يعني مثلا الشغل بتاع التي بي مثلا ما قاعد يتم عندنا في المعهد، لكن قاعد يتم بمعاونة مع البرنامج القومي لمكافحة التي بي، لأنهم هم عندهم معامل مخصوصة اللي هو ليفل 3 ممكن تكون خاصة بالشغل بتاع التي بي. ليفل 4 ده ليفل عالي جدا ما موجود إلا في كتاب قليلة جدا من العالم زي أمريكا وكذا، وده غالبا بيستعملوه لحاجات متطوره ودقيقه جدا زي انتاج الباكسينز وكده. ما اعتقد انه بنكون محتاج، يعني ما وصلنا الدرجه، لكن وي هوب يعني نحن نتفائل، لكن عموما في السودان ما بنكون وصلنا الدرجه بتاعت الليفل 4 من البايو سيفتي بتاعت المعامل. ثاني من الحاجات المهمه جدا اعداد خرائط وبائيه لتوزيع وانتشار الامراض المناطق الحاره في السودان وفقا للتوزيع الجغرافي داخل السودان. وصراحة دي واحدة من الحاجات اللي احنا قاعدين نعملها، لكن يعني كل مرض بيكون عنده خريطة وبائية انه بداية انتشار وين، حصل له تقدم للأمام، حصل له تقهور للخلف كده.
فدي برضو بيتم بإعداد خرائط وبائية لتوزيع وانتشار الأمراض. فنحن رؤيتنا إنها تكون موجودة لكل الأمراض اللي نحن نشتغل فيها. فتقريباً البرزنتيشن بتاعتها حبيت إنه أذكر عناوين الاتصال الخاصة بينا في معهد أبحاث طب المناطق الحارة اللي هو نحن في شارع القصر، المبنى بتاع المعمل القومي الصحي اللي هو معمل ستاك اللي هو أوبوزيت مقابلين لكلية جامعة الخرطوم من الناحية الشرقية، ماخدين جزء من الطابق الثالث، عندنا قسم في الطابق الثالث وباقي المعامل والمكاتب بتاعتنا الأقسام الثلاثة موجودة في الطابق الخامس، رقم تلفوننا وصندوق بريدنا. ما عندنا موقع خاص لكن الموقع هو الموقع بتاع NCR، موقع المركز الرومي للبحوث، لكن داخل الموقع بتقدر تدخل للمعهد من داخل الموقع بتاع المركز الرومي للبحوث. أرجو إنه ما أكون أطلت يعني. شكرا لحسن الأبعاد والاستماع وشكرا لك يا دكتور أنور. شكرا 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 كثير دكتور مبارك. أنا هعمل شير السكرين أوري برضو الموقع الإلكتروني بتاع المعهد اللي هو في الويب سايت الرئيسي بتاع المركز القومي للبحوث. نعم بنلقى مركز طب المناطق الحارة العنوان كده وكل الحاجات. أعتقد إنه يعني في حاجات أكتر بكتير جدا ممكن تتعامل وتتخطى في الويب سايت، ويب سايت يكون منفصل إلى آخره. طيب العنوان الفيزيائي بتاعكم، أنتوا موجودين في معمل ستاك مش كده؟ نحن موجودين في معمل ستاك في الطابق الخامس من معمل ستاك. طيب معمل ستاك هسه حاليا هو المعمل الرئيسي لفحص الكورونا. الكلام ده ما مش ريسكي ولا انا بتهيالي؟ والله الكلام ده ريسكي جدا، ودي واحده من المشاكل اللي حتواجهنا. يعني نحن طيله الشهرين الفات مؤجزين، احتمال انا وبعض الزملاء البسيطين كنا بنجي لبعض الاغراض البسيطه ومتابعه اللابات والكهرباء والثلاجات، لكن لما ننزل بصوره يعني بصوره رسميه وكده دي حتكون ريسكي كبير جدا. والله حتى الدخول لمعمل ستاك بقى فيه ريستريكشن شديد جدا، يعني بقيت لما تجي داخل لازم تكون لابس كمامه، لازم في كل دخله ياخذوا درجه حرارتك، يتسجل اسمك وبصعد اسمك يتسجل درجه حرارتك. بقينا ما بنستطيع استخدام الليفت على الأسانسير، ما بنقدر نستخدمه لأنه أصبح الأسانسير تنقل به عينات الكورونا، معناه لازم نطلع بالسلم تطلع على الطابق الخامس. الموضوع ممكن يكون شوية صعب لو زول كان مريض كبير في السن عنده أي مشكلة صحية في رجول وكذا، فالموضوع حيكون صعب شوية والله في الفترة الجاية. وإنتوا معهد يعني بحثي ومشاركين في ابحاث، يعني نعم يؤمل ان تطلع فاكسين ولا توري حاجه عن الكورونا. نعم تعانوا المعاناه دي مش كده؟ نعم صحيح. ده معناه يعني في مشكله كبيره جدا في ترتيب الاولويات بتاعتنا في السودان فيما يخص. يفترض انه ندعم من واسف الوقت الراهن ونجيف ورمنو ونعمل بروموشن لمنو. و بصراحة الواحد والله حاسي يعني برغم انه البرزنتيشن بتاعك بيشعر الواحد بفخر كبير جدا جدا انه يعني مثلا مع ايفنت كبير زي انفصال جنوب السودان وبقى دولة منفصلة احنا لسه البحوث بتاعتنا واثار الايجابية موجودة في معاشقان هنا في جنوب السودان. لكن والله يا دكتور انور برضو ممكن احنا ننظر نظرة ايجابية شوية للموضوع. يعني وجودنا في معمل ستاك ممكن يكون بس مفيد في بعض العينات في بتاعه الكورونا تحديدا يعني، لكن ستيل الريسك هو ريسك عالي والله لكل العاملين في المحل. هي لما انا قصدي كده يعني هي فيها حاجه ايجابيه من ناحيه بتاعه اكسس لعينات وغيره، لكن الجانب السلبي بتاع يعني سفاتل ممكن اي ممكن سوري يلتقط الموضوع ما يقدر يقاوم يعني some people cannot make it. يعني. طيب البحث المهم الدارس لك عنه اللي هو البحث اللي بيختص بتعقيم الذكور بدون البعوض. نعم. لأنه الملاريا بعد ما انحسرت في السودان رجعت تاني بصورة أجريسيف جدا، وأعتقد إنه في سترينز مختلفة مش كده؟ نعم صحيح. اللي هو وجود نعم. الـ 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 الـ
الملاريا فايفاكس اللي هو يعني عند عامة الناس بيصوروها الملاريا الحبشية دي ما كان من السترينز الموجودة في السودان، الآن موجودة في السودان، بداية وجودها كان في شرق السودان في المناطق المتاخمة في القلابات القضارف المتاخمة لأثيوبيا وكذا، لكن حتى الآن حتى هنا في الخرطوم هي أصبحت موجودة، فده سترين جديد موجود يقتضي وجود أبحاث جديدة ويقتضي وجود علاج جديد. يعني العلاج اللي بيعالج الملاريا بتاعتنا المعروفة من زمان الفاتسيبرا ما كانت موجودة هنا في السودان، علاج الملاريا الحبشية أو الفايفاكس علاج مختلف يقتضي وجود تدخل علاج جديد يعني للملاريا. تمام. طيب تشوف تعال الخريطة بتاعت الشراكات بتاعتكم والدول اللي تعاملت معها بروجيكتس، ما شفت أثيوبيا. الآن عندنا ملاريا حبشية بتجي من هناك، لكن ما في مشاريع مشتركة، في مشاريع بحثية ونقدر نتعاون معهم نعرف كيف إنه تكمبات الملاريا الحبشية، هل في أي خطوة زي كده؟ والله يا دكتور أنور توجد مشاريع موجودة في مناطق متاخمة للحدود الأثيوبية، حتى sometimes يعني ممكن جزء من الباحثين السودانيين يدخلوا عديل أثيوبيا لكن بس على الحدود وكذا، لكن نأمل إنه تكون في مشاريع مشتركة عديل يعني مكتوبة بين وبين الأثيوبيين، خصوصا في مجال الأشياء الموجودة في مع بعض يعني. تمام. طيب ده بيسوقني لي سؤال، طالما احنا لسه في الريجن بتاع أثيوبيا، انتوا عملتوا دراسة قبل كده على آثار سد، نعم مش كده؟ طيب لا ليس سد النهضة، سد ايوه انا فاهم، انا ده سؤالي، هل في اي انيشيتيف ولا بروبوزل لدراسه الاثار المترتبه على سد النهضه من الناحيه بتاعت طب المناطق الحاره؟ والله كان في مبادره من جامعه الخرطوم عملت، كان لقاء تنويري وتفاكري حول سد النهضه، الكلام ده قبل سنة ونص تقريبا ولا سنتين، المعهد قدمت له الدعوة فشارك المعهد في الورك شوب دي، ويتقدم التوصيات اللي هي عن طريق جامعة الخرطوم، يعني المعهد ما كان هو المبادر، يعني ما هو صاحب المبادرة، لكن كانت المبادرة من جامعة الخرطوم، فالمعهد كان موجود فيها. طيب هل المعهد ممكن يقدم مبادرة أسي حاليا على أساس إنه ما تجي بعدين نقول يا أخي أخ والله العظيم يا أخي يا ريت لو كنا قرينا البتاعة دي ولا عندنا فلان الفلاني كان ممكن يفيدنا في الحاجة، هل ممكن تتعامل حاجة زي دي أسي؟ لأنه it's never too late. يلا صراحة المعهد هو ما مجاله ممكن يكون في المجال البيئي مثلا ولا المجال الصحي، المجال الصحي تحديدا. الصحي نعم. كويس. فأنا أعتقد إنه مبادرة زي دي عشان تتكون مفروض تكون مبادرة متكاملة، يعني حاجة تكون كومبرهنسيف تحوي كل المجالات الأخرى، يعني قول إنه المبادرة ممكن تجي من المركز القومي للبحوث باعتبار إنه فيه معاهد مختلفة، وبعض المعاهد يعني في معهد خاص بأبحاث البيئة وفي معهد خاص بعلوم الزلازل اللي هي دي كلها حاجات افتكر انها ريليتد جدا بموضوع سد النهضه، فممكن تكون المبادره من المركز القومي للبحوث كل معهد يشارك حسب المانديت بتاعه، فممكن تكون في مبادره زي دي. ممتاز. تطلع من المركز القومي للبحوث الجانب بتاع معهد ابحاث طب المناطق الحاره ياخذ الجانب الصحي بتاع امراض المناطق الحاره مثلا، مكافحة الآفات اللي ممكن تجي إذا كان يعني آفات زي قواقع البلهارسيا مثلا أو زي بعض النواقل الأخرى زي البعوض مثلا، زي بعض الحشرات الأخرى المتعلقة بالناقلة لأمراض المناطق الحارة. أتوقع إنه بحث زي كده هيدعموه يعني 50-50 أثيوبيا ومصر على اساس انه يتاكد انه الامور تمشي يعني امبايس. طيب اكشوالي هو المفروض يكون 33 33 33، لانه الثلاثه نحن متاثرين اذا كنا سلبا او ايجابا بوجود السد،
فمفروض تكون في لجنة ثلاثية متكونة من أثيوبيا والسودان ومصر، وتشارك في كل البحوث دي، يعني لأنه اسي ما في لجنه بحثيه مشتركه؟ انا بعرف انه في اللجنه بتاعت الوزارات الري وكده، ما في لجنه بحثيه مشتركه لدراسه الاثار؟ والله حسب علمي ما أعتقد إنها موجودة، أو إذا كانت موجودة قد تكون موجودة وما عندي أدري والله، لكن نحن في المعهد ما عندنا إمباكت في الحاجة بصراحة. طبعا ده بوري انه هو يعني الراي بتاع الباحثين السودانيين بصوره عامه، يعني ما they are not involved في decision making. طيب في ساره كانت رافعه يدها لكن ما اعرف فجاه ما شفت يدها، بس شايف لبنى تفضلي، لبنى الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أنا لبنى تاج ياسر من معهد طب المناطق الحارة. أنا رئيس قسم الطفيليات الطبية، الطفيليات والحشرات الطبية، لكن الأيام دي في إجازة. إجازة إجازة بسبب الكورونا، والله ما بأي حاجة. لا هو احنا مستنيينكم يا دكتوره انكم انتوا تظبطوا لنا موضوع الكورونا، انتوا بتعدي زيته. لا، لكن لأنه بعيدة المطارات هي التي تحد، ومع ده كله اوكي يعني مشاركين زيكم أونلاين في كل الحاجات، يعني إن شاء الله في المجموعات البحثية وشغالين فيها. و أولا حاجة طبعا بشكرك أنت يا دكتور أنور على اللقاء الجميل ده، وإنك تسلط الضوء على المركز القومي للبحوث، ودي كانت أكتر حاجة نحن محتاجينها في المركز القومي للبحوث، إنه الناس تعرف المركز القومي للبحوث بيعمل في شنو، وبحوثه بتنتج شنو. وبشكر دكتور مبارك على البرزنتيشن، كان جميل ومميز. طبعا نحن في المعهد الحمد لله عندنا خبرات كبيرة جدا، وعندنا يعني ممكن نقدم الكثير للوطن، يعني بجد دي الفترة اللي نحن عاوزين نجتهد فيها، وأكثر مما نحن يعني مجتهدين. وهسه خلال الفترة دي مع إنه الناس قاعدة، لكن في حاجة دايرة أنبه لها، إنه كان عندنا عدد كبير من الأوراق العلمية اتنشرت في كل الأقسام، وفي شغل ماشي، ما الناس ما وقفت، ولا حتى لو كانت بعيدة يعني شاركت بالأونلاين وشاركت بالإيميلز، وأنجزت يعني في الوقت اللي كانت الناس فيها قاعدة في البيت. وطبعا نحن في شغلنا بنجتهد دائما في الشغل في الفيلد، يعني في الشغل في دائما عندنا يعني كونتاكت بالمجتمع، يعني دائما بنسافر للولايات. لو لاحظت هسي في انه دكتور مبارك نزل شغل كثير في الولايات، بنسافر بالايام 10 ايام 15 يوم 3 اسابيع حسب الوضع يعني الموجود في الولايه، و بيكون عندنا كونتاكت كبير بالمجتمع، وبنحلحل يعني عدد كبير من المشاكل يعني علميا واجتماعيا وثقافيا. يعني كانت عندنا مشاركات كبيره جدا في كل الولايات، ولحد الان علاقتنا يعني بوزارات الصحه الولائيه يعني بانجازات دي حته. شكرا لك، انت هسه ذكرت الحته دي، انا برضو كنت حاسال عنها، اللي هي الحته بتاعت الاستراكشر بتاع الجفرمنت بصوره عامه، الفيدرال واللوكال الستيت وكده. المركز القومي للبحوث لما ابتدى اصلا كان السودان 6 اقاليم ولا 5 اقاليم، فالتحولات بتاعت السياسه دي ذاتها هل بيتاثر في شغلكم؟ يعني انت هل بتحتاج لبرميشن مثلا تشتغل مع وزاره الصحه ولايه الجزيره مثلا لمشروع انت قومي؟ ايوه، هل في حاجات زي دي ممكن تاثر في الشغل بتاعهم؟ السؤال والله طبعا انا اول حاجه، لانه الحمد لله يعني في تجاربنا ما لا يعني في تجربتي انا ما لاقتني حاجه كده يعني وقفت الشغل حاجه سياسيه، لكن سمعت كثير انه في يعني عوائق حصلت بسبب حاجات سياسيه، والشغل يتوقف يعني بسبب المشاكل السياسيه. طيب هل اي بروبوزل يتقدم من جانب كونيتو لانه يا اخوانا نيوترلايز الحاجات بحيث انه الحياه الفيدرال تعمل اوفر رايد لاي حاجه لوكال فيما يخص البحوث تحديدا؟ هل في مشروع قانون يتقدم من جانبكم، حاجه ممكن تودع لبرلمان جاي
على اساس انه والله يا اخي نحن حوسنا ما تدعمل ما تجيف بسبب حاجه زي دي. مبارك والله ممكن تجاوب. ايوه ممكن دكتور مبارك يجاوب على الحاجه دي، لانه انا ما لاقتني في يعني شغلي في البلهارسيه، طبعا انا شغاله في البلهارسيه، ما لاقتني حاجات سياسيه اكثر من انها يعني تكون حاجات بسيطه. البلهارسيه البحوث بتاعتكم ماشيه متطوره في القصه. ايوه والله الحمد لله، ولسه يعني لسه عندنا هسه جمعيه بحثيه ان شاء الله من ننزل حتكون حاجه مميزه باذن الله يعني، وحننجز فيها انجازات كبيره يعني، والناس متوفر وكل شيء. ايوه الحمد لله احنا يعني عندنا بنيه تحتيه مميزه، لانه كان المعهد واحد من معاهد مشروع النيل الازرق الصحي يعني، كان بنيه تحتيه حقته مميزه، وان شاء الله الناس تنجز وتظهر للعالم يعني الانجازات بتاعتها. شكرا جزيلا لك يا دكتوره. طيب دكتور مبارك، عندكم مشكله في انه ما في طبيب. نعم ما في طبيب، دي مشكله كبيره جدا، معناها في واحد من الاركان والاعمده بتاعت البحث بتاعكم للجزء الكلينيكال ترايلز وكده ما موجود. والله زي ما ذكرت لك يا دكتور انور، يعني انا تعينت في المعهد هنا سنه 2003، من الوقت ذاك حتى الان يعني في خلال ال 17 سنه دي في كان ثلاثة أطباء يشتغلوا في المعهد، يعني يتم تعيينهم تعيين رسمي ويشتغلوا، فما كانوا بيستمروا والله. فنحن أنا أعتقد المشكلة ما في المعهد إنه هو طارد الأطباء. أنا أعتقد المينتاليتي بتاعت الأطباء هي شوية مختلفة، إنه الأطباء بيحبوا الشغل الكلينيك أكثر من الشغل بتاع الريسيرش، فده السبب اللي بيخلي والله فعلا، لانه صراحه انت يعني بتكون مقدر انه الشغل البحثي ما في قروش يعني، اللي هي مواهي الحكومه، والحمد لله يعني هسه في خلال الشهرين الفاتوا ديل الوضع اتصلح يعني مقارنه بما قبل اتصلح جدا، لكن من قبل كان الموضوع مزري جدا يعني بروفيسور يكون شغال في المركز العام للبحوث مرتبه الشهري يكون $50، دي ما مبالغة والله، ريلي مرتب البروفيسور في وقت كان رئيس الجمهورية المعزول ياخد 10 مليون 20 مليون دولار في سفرة واحدة، 10 مليون مرتب البروفيسور في المركز العمومي للبحوث كان $50 والله، اللي هو ده أعلى حاجة يعني، ما بالك بالناس الأقل. طيب anyhow كل الأطباء اللي اشتغلوا في المعهد اشتغلوا لفترة بسيطة وسابوا المعهد. الآن نستعين بكثير من الأطباء، لأنه في شغل ethically زي ما قلت لك، في شغل لازم يكون مشرف عليه وطبيب، يعني أنت لو داير تدي مثلا treatment، لو داير تدي علاج، لأنه العلاج ده ممكن يكون عنده آثار جانبية، ممكن يكون عنده دوز بيختلف، ممكن يكون العلاج ذاته بتاخده بيروت معين، ممكن تكون تاخده بدريب بتاخده كده يعني، ففي حاجات لازم يكون مشرف عليها طبيب، فنحن يعني متقيدين بالحاجة دي، يعني أي حاجة مفروض يتم عبر طبيب هو المفروض ينفذها في مشاريعنا البحثية بينفذها لنا طبيب، لكن الفرق بس إنه الطبيب هو ما طبيب يعني ما بيرمننت ستاف في المعهد، لكن مثلا يعني أبحاث ال الملاريا مثلا، ابحاث الادويه بتاعت الملاريا اللي بتتم في شرق السودان لازم يستعينوا باطباء من ولايه القضارف القلابات كده، بيستعينوا باطباء من هناك. المشروع بتاع الملاريا الموجود في النيل الازرق مفروض يشيلوا جزء من المشيمه عند الولاده وكده، الملاريا الحوامل والمواليد الجدد واحد من المشاريع الان ينفذ في ولايه النيل الازرق، لازم الشغل ده يكون برضه مشرف عليه وطبيب، فده نقول نستعين بطبيب موجود في مستشفى النيل الازرق، لانه ايثيكالي ما مفروض زول ثاني يعني بعض العينات ما مفروض يشيل الا طبيب. فشغلنا ماشي الحمد لله، ماشي يعني ماشي بالصوره الصحيحه البيرفكت، لكن بس المشكله انه الطبيب هو ما بيرمننت ستاف، يعني نحن لو لقينا الطبيب ده يكون بيرمننت ستاف عندنا في المعهد ويل اند جود، otherwise still برضه بنستعين به، يعني لازم نستعين به.
تمام. قبل يومين بدأت سلسلة عندنا هنا اسمها يعني تجارب، سلسلة مناهج تجارب، مناهج تجريبية ولا كده، وكان فيها اثنين من ألمع الباحثين الشباب اللي معانا في مكتب الباحثين السودانيين، دكتور أشرف صديق اللي هو عرفت إنه كان في المعهد عندكم. أشرف صديق هو بس حاليا في هارفارد ميديكال سكول. الآن في هارفارد. يعني أنا حي بتوقع إنه والله الكاليبر بتاع الناس المستوى بتاعهم الموجودين في المركز القومي للبحوث إنهم لو مشوا أو بينافسوا في حتات زي هارفارد وأفضل الجامعات وأفضل مراكز البحوث في العالم. صحيح والله، عندنا نماذج كثيرة نماذج كثيرة هنا في المعهد مشوا برا وتقلدوا مناصب في حتات محترمة جدا يعني. وهل بيكون في تواصل بعد ذاك يعني بيحاولوا يساعدوا في إنشاء شبكات؟ نعم دوما بيكون في تواصل والله، يعني هسه دكتور أشرف صديق بيننا وبينه في كثير من التواصل والله، وبنستعين به في كثير من الأشياء، في كتابة بروبوزلز، في تصحيحها، في كونتاكت مع ناس وكذا، بيكون في تواصل. تمام. طيب السلسلة ذاتها اللي قلت لك اللي اسمها مناهج تجريبية دي اللي هي اكسبيرمنتال ميثودز، الشخص اللي بيديرها ذاته شاب رائع جدا، دكتور ياسين الفكي، هو حاليا في يونيفرسيتي كوليدج لندن، برضه واحده من افضل المدارس في بريطانيا. هو معانا هنا هسي ياسين. ايوه شكرا جزيلا دكتور. تفضل. ايوه السلام عليكم ورحمه الله دكتور. عليكم السلام. ما شاء الله برزنتيشن جميل جدا، وانا صراحه يعني في فتره كنت موجود في السودان حقيقه ما حصل لي الشرف يعني انه اجي محل المناطق الحاره، مع انه كنت يعني شغال قريب من ستاك وكده، يعني كنت شغال في كليه الدكتوراه الطبيه جامعه السودان. لك الدعوه في اول فرصه زياره لك تزورنا في المحل ان شاء الله. اكيد باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. انا عندي حقيقه سؤال ومداخله، يعني السؤال طبعا هو بالنسبه لموضوع الاطباء ومن الاطباء، لانه مثلا هسه نحن هنا في يو سي ال عندنا الانستيتيوت اوف اميونيتي اند ترانسبلانتيشن، المجموعات البحثيه التابعه للانستيتيوت نصها تقريبا اطباء، البرنسيبال انفستيجيتور نفسه البروفيسور بيكون طبيب، وبالتالي اكيد حيكون عنده كلينيك، ومن الكلينيك دي طبعا اكيد هو حيكون عنده طلبه وشغالين يعني. ده واحد من الاكزامبلز اللي عندنا، واحده من الاكزامبلز انا لما كنت في المانيا انه بيكون يعني بيكون مرات بيكون في جوينت ابوينتمنت، يعني مثلا البروفيسور بتاعي كان شغال، هو ما كلينيشن بير سي، لكن كان شغال في انستيتيوت وعنده ابوينتمنت في الميديكال سكول كبرنسيبال انفستيجيتور. فانا ما اعرف هل الموديل ده بينفع في السودان. انا طبعا حاجه اللي عارفها في السودان انه ذات الاورجنايزيشن بتاع اللابات مختلف عن هنا، يعني ما عندنا يعني البرنسيبال انفستيجيتورز ما عندهم معامل خاصه بهم وطلبه خاصين بهم، انا ما اعرف الاستراكشر كيف. لكن اذا نحن عايزين اطباء ما في طريقه مثلا تعملوا جوينت ابوينتمنتس، يعني مثلا اساتذه في جامعه الخرطوم شغالين في الوبائيات مثلا، ما ممكن تدوم يعني زي ما بيقولوا يعني كونتراكت بتاع زول متعاون على انه يشتغل معاكم، وفي نفس الوقت يعني مثلا شغله جزء من شغله يكون في الجامعه وجزء من شغله مثلا يكون عندكم في المعهد يعني. فمثلا الموديل ده هنا كثير جدا يعني. والله يا دكتور ياسين اعطيت حاجه جميله والله ما مطبقه عندنا هنا، نحن كان عندنا حاجه قريبه ليها مطبقه من الناحيه الاكاديميه بس، اللي هو برنامج طب المناطق الحاره زي ما ذكرت لك. كنا نستعين ببعض الاطباء اللي هم شغالين مثلا دارين زول بتاع فيرولوجي، زول نقوم نستعين بطبيب بتاع فيرولوجي مثلا من كليه الطب جامعه الخرطوم، فبيكون بيناتنا بينه في كونترات للتدريس والامتحان والبراكتيكال وكده. لكن في الشغل البحثي يتم التعاون مع اطباء في مناطق الدراسه بس. ايوه فهمت كلامك كويس. الحاجه الثانيه اللي بتتم مثلا واحد من المشاريع المهمه جدا، انا طبعا ما ذكرت كل المشاريع اللي تمت واللي بتتم في المعهد وكذا يعني اختصارا للزمن وعشان الناس ما تشعر بالملل وكذا، لكن واحد من اهم المشاريع اللي تمت هي المشاريع بتاعه الوبائيه بتاعه مرض التوكسوبلازما. فالزول الباحث اللي كان
مسؤول من الشغل بتاع التوكسوبلازما، فكان لازم يمشي لعدد من الأطباء بتاعين النساء والتوليد وعدد من مستشفيات النساء والتوليد، ويبدأ يعني يشرح لهم الفكرة ويديهم البروبوزل ولا الجزء الخاص من البروبوزل، لأنهم هم المفروض يشيلوا له عينات مثلاً من زمن محدد في الترايمسترز بتاع الحمل وكده أو عند الولادة أو كده. فكانت بتتم القصة دي، لكن ما برضو صراحة ما كانت بتتم مقابل كونترات مادي، يعني كانت بتتم إنه بتمشي، ودي واحدة برضو ممكن تكون من المشاكل اللي بتواجهنا، لأنه sometimes إنت بتمشي لدكتور ولا مركز صحي ولا مستشفى وكده وتشرح له الفكرة والبروبوزل وكده وما يوافق عليها، يعني فبالطريقة دي كده ما حتلقى طريقة إنك حتى تجمع السامبلز بتاعتك واللي هي بتكون لب الشغل البحث بتاعك، لكن ما بنفس الطريقة اللي ذكرتها أنت في الـ USL الـ UCL. طيب في واحد علق، أحد الأطباء قال إنه عنده تجربة شخصية إنه حاول يعني يشتغل معاكم في المركز ولا كده ولا بتاع، ويعني شنو ده ما كانت التجربه بتاعته بليزنت، يعني كان في انكونفينينس وكده وزي ما هي واز بوشت اوت. فهل في حاجات زي دي، هل في زي يقولوا عدم كيمستري ما بين الناس الاطباء وغير الاطباء في الموضوع ده؟ ابدا والله، لكن يعني هو ما ذكر انه الحاجه دي تمت بدين، ما اساسا ممكن تكون تمت من التقديم. نحن عندنا كرايتيريا محدده للوظائف، اذا كانوا وظائف مساعدي باحثين او باحثين او اساتذه مساعدين او كده، يعني في كرايتيريا محدده بيضع المركز في تعييناته، فممكن يكون هو من البدايه يعني هو فيسيولوجيست. أنا ما عارف الكيس بتاعه شنو، لكن ممكن يكون من البداية مثلاً هو ما يعني ما بقى qualified للكرايتيريا الموضوع مثلاً، يعني هو الموضوع ما إنه بس إنه يكون طبيب، في حاجات تانية في كرايتيريا تانية مفروض لازم يعني تكون موجودة عنده. يعني هو على العموم كمل وبقى clinician، فقال لكم أخوانا زي ما يقولوا مبروك عليكم. المهم طيب احنا ممكن نساعد كيف؟ المجموعه بتاع الباحثين السودانيين فيها مجموعه فرعيه للدراسات الصحيه والطبيه، هعرضها لكم هنا. ده فيها 3422، ممكن يكون فيهم ناس كتار من برا السودان، لكن فيهم ناس كتار داخل السودان، والناس دي بيكون دائما محتاجين انه يساعدوا. اسمها Medical and Health Studies Research، تابعة لـ SRF، وبيديرة واحد من الشباب الناس يعني احنا ذات اللقاء بتاعنا ده مشيرينه فيها، مشيرنا فيه اللقاء بتاع اليوم مناهج تجريبية قبل كم يوم، المهم إلى آخره. فكيف ممكن نساعد؟ ورونا كيف ممكن نساعد؟ والله أنا الموضوع ذكره دكتور ياسين الفكي بتاع إنه وجود أطباء بنظام كونتراكت يكونوا شغالين مثلاً مع المركز العالمي للبحوث. Actually نحن مش بس في معهد أبحاث طب المناطق الحارة، لأنه حسب اللقاء السابق مع مديرة معهد النباتات الطبية والعطرية برضو عرفت إنه عندهم جزء من الكلينيكال ترايلز والتجارب السريرية وكذا برضه تقتضي وجود طبيب، يعني عشان تتم عشان تتنفذ لازم وجود طبيب. فأنا أعتقد إذا تم تعاون أو كونترات مع أطباء مع المركز القومي للبحوث ككيان أكبر، يعني بنقدر نستفيد من الأطباء ديل إذا كان في معهد طب المناطق الحارة أو في أي واحد من التسعة معاهد الأخرى المكونة للمركز القومي. دي طريقة. الطريقة الثانية في تعييناتنا الجديدة إن شاء الله، منشور إنه حتكون في تعيينات بتين، لكن كل المعاهد عايزة عدد من الباحثين ومساعدي الباحثين وكذا، فلأنه صراحة يعني طول كم سنة لورا كده ما حصل تعيين جديد، وأساساً الإستاف الموجود هو متناقص زي ما كنت بتكلم معاك قبل في كل مرة، يعني
متناقص يعني بأسباب كثيرة، يعني متناقص بأنه في ناس مثلا بينزلوا من المعاش وفي ناس لا قدر الله بيموتوا، وكذلك في ناس بيسافروا، يعني في ناس بياخذوا إجازات من دون مرتب، وأغلب الناس اللي بياخذوا إجازات من دون مرتب يتم مدتهم القانونية اللي هي 5 سنوات، بعد كده الزول بيكون عنده واحد من خيارين، إن إما يقدم استقالته أو يترفد من المركز الرامي للبحث. فبنجد إنه العدد الهسة أنا قلت لك 57، ممكن لو المنوال صار بنفس الصورة دي ممكن السنة الجاية يكونوا 55، البعدية ممكن يكونوا 50 كده. فلازم يحصل ريبليسمنت، فلازم يحصل تعيينات جديدة. التعيينات الجديدة دي وي هوب إنه يكون فيها طبيب، يعني يتعين طبيب بصورة بيرمننت يكون معانا هنا إصطاف في المعهد، يكون مشارك في كل المشاريع البحثية الموجودة في المعهد اللي هو تقتضي وجود طبيب. يعني في النهاية الطبيب هو ما خريج بتاع كلية علوم، يعني هو عنده هو ممكن يكون ريسيرشر، ممكن يكون ريسيرشر مفيد جدا والله. أذكر مع قسم الوبائيات والله في واحدة من الطبيبات جات قدمت الخدمة الإلزامية معانا هنا واستمرت والله لفترة طويلة، يعني حتى بعد خلصت الخدمة الإلزامية استمرت لمدة سنة، هي كانت متعاونة مع المعهد تشتغل في أغلب المشاريع البحثية وكان وجودها مفيد جدا والله، لكن لم يتم تعيينها والله صراحة. لا أدري إنه هل التعيين لم يتم لأنه أساسا ما كان في وظائف ولا هي كان رغبتها إنها تكون متعاونة. أنتوا التعيين بالنسبة لكم ما عندكم فيه وساي يعني سنترال ولا شنو؟ دي كمان قصة طويلة تانية والله. أسي أنت كمدير معهد، أسي ده أنا أنور جيت قدمت لك وأنت عارفني أنا زول زي ما بقولوا شنو بيض عناصية. نعم. لجنة إزالة التمكين دار تقبضني، ها؟ نعم. ما بتقدر تعيني؟ ما بقدر أعينك، أنا ما بقدر أعينك لأنه أساساً التعيين هو سنترال يتم من إدارة المركز الرومي للبحوث وليس من المعاهد. يعني نحن بنرفع طلبات احتياجنا من الباحثين، يعني أنا مثلاً عندي 4 أقسام في المعهد، أي قسم قال له مساعد باحث كده 4 مساعدين باحثين. حتى الإداريين والعمال وكده برضو ما بنقدر نعينهم من المعهد، نحن under الأمبريلا بتاعت الـ NCR National Center of Research، فنحن بنقوم نرفع احتياجاتنا للمركز الرامي للبحوث. المركز الرامي للبحوث هو اللي بيعين الناس، لكن أنا بحدد الكرايتيريا أنا محتاج، يعني بقول إنه أنا داير مثلاً 2 مساعدين باحث مثلاً من كليات العلوم قسم الانتمولوجي مثلاً، زول يكون بتاع حشرات تخصص حشرات علم حشرات، أو أقول إنه أنا داير لي فارماسيست مثلاً داير لي كده، فأنا برفع الحاجات دي للمركز العامي للبحوث. المركز العامي للبحوث بيجمع كل الطلبات بتاعته بعد ذاك بينزل، لكن ده طبعاً يعني الموضوع برضو طويل شوية، لازم يتم مع المالية وديوان شؤون الخدمة والموضوع طويل يعني، لكن أنا برفع الاحتياج الفعلي اللي هو لإدارة المركز الرامي. بعدين تتم في التعيينات الجديدة بتتم لجنة بتاعت معاينات، لجنة المعاينات دي بيكون فيها ممثل من كل معهد، ممثل أو أكثر من ممثل. يعني أنا لجنة المعاينات الأخيرة اللي هي كانت 4 أو 5 سنين لا أذكر، فكان عندنا 2 ممثلين من محطة المناطق الحارة في لجنة المعاينات. عارف يا دكتور، مش المركز القومي للبحوث ولا المعهد المناطق الحارة، أنا قريت الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية. نعم. في جامعة تشومبوك الوطنية. في جامعة تشومبوك الوطنية في كليات مختلفة وعمادات إلى آخره، في داخل الكليات المختلفة في كلية علوم الحاسب اللي هي جزء من كلية الهندسة، في كلية الحاسب الآلي دي في عدد من البروفيسورز، كل بروفيسور عنده مجموعة بحثية هو عنده القرار في إنه طوال يعين باحث الليلة دي في اللحظة دي. يعني أنا تم تعييني كمساعد باحث وعملت الماجستير وبعد ذاك الدكتوراه مهندس باحث وإلى آخره بقرار من بروفيسور، ما في زول تاني أخذ معه القرار، الهيد أوف ديبارتمنت بتاعه ما أخذه.
سبحان الله. يعني ما داخل فيه. كوريا الجنوبية عارفين يعني احنا الرياضة بتاعتها في البحث، فاعتقد انه القصة بتاعت centralization في الهيومن ريسورس تحديدا اعتقد انها قد تكون يعني مشكلة كبيرة جدا. شايف دكتور ياسين رفع يده تاني لانه اكيد حيكون عنده سي الناس الموجودين في حتات رائدة. دكتور ياسين. ايوه شكرا جزيلا يا دكتور. ايوه شكرا جزيلا للاجابه قبيل. بس حبيت يا هو اضيف حاجه يعني هي عندها علاقه ونفس في نفس اللاين اللي انت قلته يا دكتور انور اللي هي حكايه الابوينتمنت دي وكده. يعني هنا الاورجنايزيشن زي ما انت قلت هو بيتم كيف انك انت يعني البتعين يعني زي ما بيقولوا والسي بيكون فيه سنترلايز، ده ممكن يكون البروفيسور نفسه او البرنسبل انفستيجيتور خلاص، لكن الناس الشغالين تحت يعني تحت البروفيسور ديل هو البروفيسور الوحيد اللي بيكون عنده فيه كلام. ليه؟ لانه هو بيعينهم بحسب الفندنج اللي بيجيه. فيعني الحاجه اللي عشان كده الحاجه الواحد بيركز عليها انه هو الاستراكشر في السودان مختلف، لكن ممكن الواحد يحاول يمشي على الاتجاه ده انه مثلا الناس اللي بيتعينوا يعني تعيين يعني او قروشهم بتجي من الحكومه زي ما بيقولوا ده المفروض يكونوا برنسبل انفستيجيتورز، لكن بعد ذاك الناس اللي تحت هم الباحثين اللي هم طلبه الدكتوراه وحتى الناس الباحثين ما بعد الدكتوراه وكده ديل بعد ذاك هم بيتعينوا في جروبات بحثيه تابعين لبروفيسورز، وديل في النهايه المفروض يعني هم المفروض يعني قروشهم تجي من وين؟ قروشهم تجي من الـ من الـ من 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 التمويل اللي بيجي للبروفيسورز ديل. دي يعني دي الطريقه اللي قاعد يتمول بها البحث هنا يعني. وبالتالي كده معناها زي ما قال دكتور انور يعني تعين يا تناس وتخلي يا تناس، دي ما بتفرق كثير، ما حاجه سنترلايز بيعمل البروفيسور بس يعني، لانه هو التمويل بيجي وهو يعني. نعم عشان كده بيكون ما عنده مشكله في انه والله المرتب بتاع الحكومه كم ولا بتاع، لانه عنده مصادر بتاع جرانتس وفندز بتجي من حتات ثانيه وهو اللي بياخذ القرار فيها، وبالتالي بيكون عنده الاوتونومي والفلكسبيليتي انه حتى القوانين اللي بتنطبق على الحكومه بتنطبق عليه هو. يعني قصتين والله يا اخي مثلا الناس اللي حشغلهم معاي ديل هل ميريت بيست ولا سكيلز بيست؟ بس العالم كله متجه في اتجاه انه والله يا اخي ما بيهمنا شهاداتك شنو، بيهمنا السكيلز بتاعتك الاوتبوت بتاعتك تقدر تعمل لنا شنو في الشغله دي. فانت عشان تقدر تعين لك ناس مثلا رهيبين في الاي تي يقدروا يشتغلوا لك شغل بتاع داتا اناليتكس، الناس دي ما بالضروره يكونوا يعني متخرجين بالفيرست كلاس ولا ما اعرف قروا في الحته الفلانيه ولا كده. ففي تعقيدات كثيره بيروقراطيه، اعتقد انه الاوتونومي بتاع البروفيسور نفس المودل اللي قاله ياسين الان، انه والله يا اخي الزول اللي حيكون مدير المركز القومي او احد طب المناطق الحاره اوكي ده ما حد موظف حكومه عنده كرايتيريا محدده بتاعت اتش ار تخش بيها، لكن اي زول تحته ثاني ما خلاص احنا ما الصيغه اخذناه فيك، احنا لما عيناك انت فتشناك فتش كامل بعد ده انت اللي بتاخذ القرار، ما في شيء ثاني بخليني ارجع لحته ثاني تو جيت ابروفلز يعني ولا شنو؟ والله يا ريت الموضوع يكون كده، لكن الموضوع في السودان مختلف تماما. والله الحاجة اللي ذكرتها ممكن تكون في حاجة مشابهة بسيط اللي هي ديل الناس مثلا لو عندك بروجكت عايز له ناس يشتغلوا معاك لفترة محددة، وغالبا ديل مثلا زي المشروع ديس اي تي مثلا يتم تعيين ناس فيه على المشروع لفترة زمنية محددة. لكن صراحة البروسيس بتاع تعيين الناس ديل ما متأكد والله بتم كيف من ناحية إدارية، يعني من ناحية سكيلز وكده لازم طبعا زول انت تكون متأكد من السكيلز بتاعته زي ما ذكرت وكده، لكن ستيل نحن ما عندنا جانبين يعني الجانب التكنيكال والشغل بتاع السكيلز وكده ثاني جانب الإداري. الجوانب الإدارية صراحة مرات شوية بتكون مقيدة يعني، أو مرات بيكون عندها حاجات بتكون شوية مختلفة يعني مثلا تعيينات المركز العمومي للبحوث ككل يعني نحن لما إذا عيننا نحن يتعملت لنا لجان بتاعت معينة في المركز العمومي للبحوث ويتعيننا آخر لجنة آخر تعيين تم قاموا قالوا لا لازم القصة تجي عن طريق الخدمة العامة
فقاموا جابوا حصل ديبيت كثير جدا في الموضوع ده انه لازم اللجنه يكونوا فيها ناس من الخدمه من لجنه الاختيار وناس يكونوا من المحل وانه ديل حيقدموا اسئله وديل حيقدموا اسئله. الديبيت كان في انه يا اخي ديل حيقدموا اسئله عن شنو ديل الاسئله عن شنو. ناس المركز الأمني للبحوث الاسئله بتاعتهم اللي هي المعاينات بتاعتهم معاينات تكنيكال جدا عن الحاجه اللي انت حتشتغلها الحاجه اللي انت قريتها وكده. اما ناس افتكر سماها مفوضيه الخدمه العامه هاي هي نعم لجنه الاختيار اللي هي دي كانت معايناتهم يعني بيعرفوها برام والله انه لا بيعرفوها برام شديد يعني احنا في بوست مره يعني عامل في الباحثين السودانيين عن اطرف سؤال جات في لجنه الاختيار. البوست ممكن الناس ترجع تشوفه يعني لانه في ناس يسالوا اسئله كده يعني ما اظن حيسالوها في اي حته ثانيه في العالم غير لجنه الاختيار. ان شاء الله يكون يتغير الموديل بتاعهم يعني اللي هو قايته لحد اخر لجنه اتعملت واتعينوا فيها مساعدي باحثين فكانوا برضو بيسالوا اسئله في الثقافه العامه واسئله في التربيه الاسلاميه. لاحظ انه سام تايمز ممكن يجيك زول اساسا ما مسلم يعني ممكن يجيك زول فهل الزول الما مسلم ده ما من حقه انه يشتغل في المركز العامي للبحوث مثلا؟ لا لو جاك زول مسيحي لانه هم كانوا بيسالوه اسئله دينيه يعني بعض الاسئله الدينيه ممكن تكون متخصصه جدا بعض الاسئله في اللغه العربيه بعض الاسئله في الثقافه العامه ما ممكن اكون انا زول سكيل جدا لكن ما مثقف يعني ما عارف وده ده اتجاه العالم هسه حاليا ان احنا كل الثوره بتاعت المعلومات والاتصالات والبتاع دي تمت ب يعني اشخاص احنا عارفين انهم تخرجوا من جامعات ولا متحدثين بارعين ولا بيقدروا يكتبوا لهم مقالات ولا كده لكن لما يقعدوا في الشبكات وانظمه الحاسب والكده ده شغلهم بيعرفوا يتكلموا لغه الاله ما بيعرفوا يتكلموا لغه البشر من اخره. فكونك انك انت تكون يعني يو بول مي باك بواسطه لجنه التفكير بتاعها مخطوط بطريقه هذا ما وجدنا عليه اباءنا وان على اثارهم مقتدون يعني بصراحه كده احنا كاننا قاعدين اوف بوينت من التاريخ ومن الحداثه ومن كل العالم ماشي كيف. هنتكلم على الريسيرش على بحث علمي ما بنتكلم على والله برضو كان في كميه من النقاشات بتدور يعني في كل زمن او كل حادث بيكون في نقاشات يعني في المجال بتدور وكده. ففي كان دكتور معانا هنا في المعهد مصر جدا انه ليه تعيين في المركز العامي للبحوث يتم عن طريق عن تقييم الشهاده انه يكون الزول ما جاي فيرست كلاس او سكند كلاس عبر. وممكن انت تجيب زول عشان تعينه مساعد باحث انه يكون فيرست كلاس او سكند كلاس عبر ويكون ما بيعرف يشتغل في الفيلد مثلا يعني ممكن يكون عايز زول قراي جدا وزول بيحفظ يعني في الاداره كده. يا دكتور دي اسمها نظريه السوبر تشيكنز. نعم. في اكسبيرمنت اتعملت واتكتب عنها كتب كثيره جدا انه والله يا اخي يعني درسوا مجموعة بتاعت دجاج في من ناحية البرودكتيفيتي داري يشوفوا الدجاج البياض الأكثر يعني على أساس إنه يقوم يولدوا منه وكويس ده أول حاجة حتكون ماشية ولا كده. فأي النظرية اسمها سوبر تشيكن. وفي جداد تاني يعني بيطلع شوية ما بيطلع كثير ما بيض كثير ولا كده. فقام عزلوا السوبر تشيكن دير اللي هم البياضين كثير دير براهم بعد 3 جينيريشنز السوبر تشيكنز قتلوا بعض دي اهل النخبه السودانيه وادمان الفشل. والتاني ده كان بيبيض والله يا اخي معقول كده ولا بتاع كانوا عايشين مع بعض ومستمرين اي ما بيجيبوا بيضتين في اليوم بيجيبوا بيضة واحدة لكن عايشين مستمرين في 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 البيض بتاعهم. فالنظريه دي اعتقد انها ماشي بها السودان العقليه الموروثه بتاعتنا والله يا اخي اوائل الشهاده السودانيه ما اعرف خريجي جامعه الخرطوم الى اخره باقي المجتمع السكندري او مارجنالايزد. فأعتقد إنه النمط بتاع التفكير بتاعنا ذاته يا أخي نعاين العالم حوالينا أخوان العالم الدول دي مشت كيف يعني نعاين للفاشن أنت فاشنت أباوت شنو نعاين للديزاير بتاعت الناس الدريمز بتاعتهم مش نعاين لشهاداتهم يعني ما عنده أي معنى. الأوتبوت بيست الريزلت أورينتد يعني ثينكينج هو أعتقد إنه حيودينا لقدام لأنه واضح إن جربنا في خلال 60 سنة اللي فاتت القصة بتاعت الأوائل جربناها تماما يعني مش كده؟ دكتور مبارك والله يا اخي ما اعرف اقول لك شنو. انا طبعا ممكن اخذ معك دكتور حنان
يديها العافيه انا مضوي، قالت انه الاعراض بتاعت الكورونا في السودان مشابهه لاعراض الملاريا الحبشيه، هل الكلام ده حقيقي ولا؟ دكتور مبارك؟ اي بقرا في الكلام، توجد بعض الاطباء لانه اعراض الكورونا في السودان مشابهه. والله الكورونا دي طبعا اول حاجه اسمه فيروس الكورونا المستجد. المستجد دي كلمه مهمه جدا والله، موجوده كوفيد 19 المستجد. المستجد دي بتجاوب حاجات كثيره جدا، يعني كل الفيروسات الثانيه والامراض الثانيه وكذا، انه الناس بيكون عندها باك جراوند اللي هو خبره تراكميه جات من تكرار المرض على مدى سنوات كثيره، ومن اجراء كميه من البحوث، وبعض البحوث ممكن تقدم نتيجه وبحث ثاني يتحظى النتيجه دي، وممكن يكون البحث اللي تقدم في منطقه جغرافيه معينه مخالف، يعني الاوتبوتس بتاعته مخالفه لنفس البحث في منطقه جغرافيه محدده لاسباب كثيره جدا، ولاسباب بيئيه حول الناس، ولاسباب في الفيرال في الفيروس ذاته يعني. فأعراض الكورونا دي صراحة مختلفة جدا، يعني واحدة من اختلافاتها مثلا انه الايام الاولى اول ما ظهر الفيروس كان كل الناس وحتى الـ WHO والـ CDC وكده بيتكلموا على اعراض تنفسية، الاعراض التنفسية اللي هي تشمل ضيق في التنفس، تشمل رشحة، قحة جافة، القحة فيها رشحة ما فيها رشحة وكده. فكلما المرض يمشي شوية بتدخل أعراض جديدة، يعني تاني دخلت أعراض مهمة جدا اللي هي فقد حاسة الذوق والشم، واللي هي دي فترة من يعني الآن عدد كبير جدا من الناس بيشكوا من فقدان حاسة الشم والذوق، فقاموا دي دخلوا من الأعراض المهمة جدا لأعراض الكورونا. بعد شوية دخلت أعراض ممكن تكون للوهلة الأولى كده أنت تشعر بها، أعراض في الجهاز الهضمي زي وجود الدائرية، الإسهال بدون مؤاخذة. فوجود الإسهال ده برضو الآن أصبح واحد من أعراض الكورونا، فإنه أعراض الكورونا بتشبه الملاريا الحبشية ممكن هي جدا تشبهها، يعني ما هي أعراض الملاريا الحبشية شنو؟ ما ألم في العضلات، حمى، الكورونا فيها حمى، آلام في العضلات شديدة جدا، الكورونا بيقولوا فيها آلام في العضلات خيالية يعني. أنا عندي ناس قريبين جدا لي أصيبوا بالكورونا، يعني عندي ولد أخوي طبيب أصيب بالكورونا قبل شهر كده لمدة أسبوعين وتعافى الآن الحمد لله، هو خريج جديد في الطب. فالأعراض كثيرة جدا ومختلفة، وحتى من patient لpatient الأعراض مختلفة تماما، والدليل على كده انه في زول يصاب ويشفى، وفي زول يصاب تقعد معه اسبوع، في زول يصاب تقعد معه 3 أسابيع، في زول يصاب يموت. فالاعراض مختلفه جدا يعني، فممكن هاي تكون اعراض الكورونا مشابهه جدا للاعراض الملاريا الحبشيه، لكن بيبقى بعد كده الفاصل بيبقى شنو؟ بيبقى هو الدياجنوزيس. انت الزول اللي بتشوف فيه اعراض كورونا ده عم اجري له الفحص، اذا كان بوزيتيف خلاص هو زول بوزيتيف بتبدا تعالج فيه للكورونا، اذا كان نيجاتيف شوف الحاجات الثانيه اللي عنده شنو ابدا عالجه، وممكن يكون عنده الاثنين مع بعض، يعني ممكن يكون زول يعني بعض الناس كثير من الامراض تستغل يعني تقليل مناعه الانسان، يعني مثلا زي علاقه الاتش اي في والايدز مع التي بي مثلا، اغلب الناس اللي عندهم ايدز بيجيهم تي بي. ليه؟ لانه مناعتهم بتقل، فبيبدوا بعد ذاك يكونوا هم عرضه لامراض كثيره جدا، وبعض الامراض يسموها امراض انتهازيه. الامراض الانتهازيه دي يعني ممكن تكون متعايشة حواليك، انت مناعتك كويسة ما بتصيبك، اول ما حصل لك خلل في المناعة او قلت مناعتك لأي سبب من الأسباب، واشهر الأمراض اللي بيؤدي لتقليل المناعة اللي هو مرض الإيدز، طوال تبدأ تظهر عندهم أمراض اخرى. ف اتس اوكي يعني اي اعراض، الاعراض الهناية ممكن تكون اعراض الملاريا يعني. واضح. طيب لكن ما معناه انه اي زول عنده ملاريا عنده كورونا.
دي هي الكوزيشن والاسوسيشن مش كده يا دكتور؟ نعم صح. طيب دكتور لبنى عندك اضافه؟ تفضلي. ايوه عندي اضافه في فيروس الكورونا المستجد. مش الاعراض كمان بتختلف من شخص لشخص، كمان من دوله لدوله. هسه في السودان ودول الخليج يمكن الاعراض متشابهه بالحمى والاسهال والام الصدر وكده، لكن هسه هنا في السعوديه مثلا ما في الاعراض بتاعت فقدان حاسه الشم والتذوق، يعني حتى لما يخطوا الأعراض وكده خالص ما بيخطوا فقدان الحواس دي لأنها ما موجودة عنده. فأعراض كورونا مختلفة، وهسي كمان عدد من الدول طلعت إنه في طفرات جينية وإنه في تغييرات في الفيروس، فكل دول يحس بأي آلام مشابهة للحاجات دي وأي أعراض زي دي الحمى والقحة الجافة وآلام الصدر وإسهال وكده، فأحسن يمشي يفحص لأنه بقت أعراض مختلفة من مكان لمكان ومن شخص لشخص. بالإضافة لأنه تقوية المناعة هي أهم حاجة مهما كانت الأعراض يعني موجودة وكده، انت كل ما تقوي مناعتك بتقاوم المرض. والتقوية المناعة يعني عندنا في السودان الناس اكتر حاجة مركزين على الليمون والبرتقال والحمضيات عامة، يعني غير انه الحاجات البلدية، فالناس ما تستهين بالمرض لانه في حالات حرجة وفي موت. وأتمنى إنه الناس تنتبه جدا لكل الأعراض دي لأنها موجودة عندنا في السودان كثير. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور لبنى. دكتور مبارك أي clothing thoughts، أي حاجة أخيرة؟ والله ما عندي حاجة محددة، لكن أحب أشكر ناس كثيرين جدا والله كانوا في ورا العمل ده. مرات الناس خلف الكواليس بيكونوا أكثر كثير وممكن يكون دورهم أكبر حتى من الناس اللي قدام الكواليس. نعم. فأحب أبدأ بالشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني أحب أبدأ بك أنت يا دكتور أنور دفع الله، وأحب برضو الشكر موصول لرانيا ولرميساء ولسارة لباش مهندس حيدر لإدارة المركز العمومي للبحوث. أنا الناس اللي ذكرتهم ديل كلهم ما بعرفهم والله، يعني ما بعرف رانيا ورميساء وسارة، رغم إنه متواصل معهم من فترة طويلة عبر الواتساب وعبر الجروب بتاع المنصة وكده، وهم بيقدموا لنا خدمات جليلة جدا والله. وحتى الفكرة من البداية زي ما أنت ذكرتها ممكن تكون كانت بيهم، وممكن يكون هم اتصلوا بيك أنت على أساس إنه تفرد لنا حتة الجمعية بتاعتكم وكده. واعتقد ان العمل رائع جدا والله، واتمنى يستمر وانه دي تكون نواله منصه خاصه بينا نحن، لكن برضو بعد ما كوينا ما بنخليكم. لا لا اكيد اكيد، احنا كلنا مع بعض، احنا في حضنك وانتوا في حضننا، لانه في مصيرنا مشترك. وبرضو يعني اشكر جدا والله المبادرات والتنبيهات والادفايس اللي قاعد تدينا لها في الجروب يا دكتور انور، قاعدين نستفيد منها كثير جدا والله. وآخرة أعتقد إنه في كورس مفروض يقام في الأيام الجاية، حتى أنت بديت إنه الكورس ممكن يبدأ بعشرة ناس، ولما لقيت إنه الإقبال كبير قمت بتسجيل كل الناس اللي عندكم لكتابة الأوراق العلمية والنشر وكذا. نعم. الشمع بتاعنا مجتمع يعني خير جدا، وفيه عطاء كبير جدا وحب شديد للسودان. يعني احتمال احنا اللغه بتاعتنا فيربالي كده ما بنقدر نعبر كويس عن رؤيتنا للسودان، لكن عمليا كل الباحثين والاساتذه زملائنا بيكونوا دايرين يعرفوا كيف ممكن يخدموا الناس. لو الناس قالت احنا محتاجين خدمه في 1 2 3، بالذات الناس اللي قاعدين في الخليج وربوا امريكا اللي عندهم زمن، بيكون داير يساعدوا يعني. فانا اقترع عليكم برضو ان يكون عندكم يعني لقاء بتاع تعارف اجتماعي، لانه برضو من الحياه اللي لاحظتها انه السينيور ريسيرشرز والجونيور تحديدا تم ابتعاثهم في خلال سنه ولا سنتين من التحاقهم بالمركز القومي للبحوث، السينيورز ما بعرفهم، فممكن يدعم اللقاء بتاع زوم ولا كده الناس يتعرف يعني. بس وانا سيخ انا انور وقاعد في قطر واستاذ جامعي كده يعني،
اعتقد انها ليست مهمه والله. دي حاجه تكون جميله جدا، وانا تخيلتك انه تقترح لقاء اجتماعي. انا واحده من الحاجات اللي كنت خاطيها في بالي انه لما تذكر يعني حتقوم تسال من مشاكل المركز از جنرال ومشاكل المعهد، واحتمال هسه تكون كثيره جدا اتذكرت كده. نحن في المركز العامي للبحوث يعني ما عندنا جانب ترفيهي، يعني ابسط حاجه ما عندنا نادي اجتماعي مثلا ممكن يلم الناس ان شاء الله بعد نزول الوباء ده، انه الناس تقعد مع بعض تتونس تتلاقى تمشي باسره يشربوا شاي يشربوا بارد، يعني في حاجات بسيطه جدا انا اعتقد الناس ما ممكن ما تلقي ليها بال، لكن بيكون عندها امباكت كويس جدا والله. يعني انا لاحظت انه كثير من الـ حتى الجهات الحكوميه والمؤسسات الحكوميه وكذا بيكون عندها دور خاص بها، يعني لاجتماعياتها لانه الناس يتلاقوا لو عندهم برنامج ثقافي اجتماعي، يعني ما بالضروره كل البرامج هي تكون برامج بحثية وبرامج عملية وكذا، يستلموا جانب السوشيال أعتقد جانب جدا أونلاين. وأنت برضو حس ذكرت إنه ممكن يكون عن طريق الزوم. أيوة نعم، أنا إحنا معاكم طوالي بنكون والله دايما نتعرف على كل الناس، الزملاء والزميلات الباحثين والباحثات اللي بيتوقع منهم كثير جدا، قدموا كثير للبلد وهو في إطار دور المركز القومي للبحوث في النهضة بالسودان. دكتور مبارك والله سعيدين جدا، اللقاء كان رائع جدا، واتمنى انه النقاط اللي ذكرت فيه الناس تعمل لها سمري وتحاول تبوش ات ثرو الويب سايت والسوشيال ميديا اكاونتس. يعني قصه انه الاكاديميه واقفه هسه حاليا دي اعتقد انه خطا قاتل وغلط كبير جدا. كويس انك انت ابرزت الكلام ده في خلال اللقاء الليله، وان شاء الله نحاول نحل المشاكل ونتعاون كمجتمع بصوره كامله. يعني أشكر لك سعة صدرك ولطفك الشديد، وبرضو أحب أعتذر يعني لأي معلومة كان مفروض أذكرها ما تذكرت سهوا، يعني ما أبدا ما في قصد من عدم ذكر معلومة مفيدة للناس مثلا كان، فلو ده حصل يعني فالخطأ من نفسي والإنسان. الله يديك العافية شفاف. طيب أنا إحنا عندنا لقاءات تانية عشان إنه نمشي ديب داون في البحوث بتاعتكم والإنجازات الكبيرة اللي عملتوها، لحد ما تلاقى في اللقاء الجاي إن شاء الله في سلسلة دور المركز القومي للبحوث في النهضة بالسودان. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.